ازيكم؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. اعتذر النهارده عن التاخير، ظروف طارئه ما حبيتش ان انا الغي المحاضره بتاعت النهارده. الحمد لله تمام، الصوت حلو اهو، ده مايك جديد اهو والنت كويس الحمد لله، اعتقد الصوت جميل يعني صح. طيب الناس اللي اول يوم مفيش مشاكل، مفيش مشاكل. انا المحاضره اللي فاتت، ثواني ونبتدي. طيب عموما بسم الله الرحمن الرحيم، احنا من المحاضرة اللي فاتت بالنسبة للناس الجديدة اللي معانا عشان يعرفوا احنا خدنا ايه. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا بس عن مقدمة عن الكورس، كورس عبارة عن ايه، وخدنا بدأنا من الأول قلنا الكورس المحاسب المؤهل هدفه ان بعد نهاية الكورس يبقى المجموعة اللي حضرت تبقى مؤهلة انها تبقى محاسبة، يبقوا محاسبين في اي منشأة او اي مشروع، سواء شركة او منشأة فردية، مصنع، منشأة خدمية او تجارية، ايا كان. طيب خدنا مرة فاتت تعريف المحاسبة، احنا بدأنا من الاول خالص، خدنا تعريف المحاسبة، خدنا بعض المبادئ والفروض المحاسبية، القواعد الأساسية في المحاسبة من مبادئ وسياسات وفروض، واخدنا المعادلة المحاسبية اللي هي الأصول بتساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية، والناس اللي حضرت جبنا المشتق بتاع المعادلة اللي هي كل الحسابات اللي في المحاسبة، وشرحنا كل حساب، قلنا كل حساب في المحاسبة عبارة عن إيه، وإيه هي الحسابات اللي تندرج تحت الحساب الرئيسي، صح كده؟ وأخدنا كمان مقدمة عن معايير المحاسبة، إيه هي معايير المحاسبة. طيب المرة دي بقى بإذن الله ناخد القيد المزدوج. طب انا اسالكم الاول، في حد عنده مشكله في موضوع المدين والدين القيد المزدوج؟ بس طيب انا بسالكم بس عشان لو كان الناس كلهم يعني كويسين في القيد المزدوج كنت ممكن ادخل من بعد كده، بس خلاص ماشي. طيب انا هتكلم برضو على زي المحاضره اللي فاتت على اساس ان محدش عارف موضوع القيد المزدوج، فالناس اللي عارفه بقى تصبر معانا لان في اخواتنا مش عارفين، فلازم هتكلم على اساس ان دي حاجة جديدة. طيب ماتيريال في نهاية الكورس خالص، بس حاليا ما فيش ماتيريال، حاليا ماتيريال تطبيقية، هتاخدوا ماتيريال تطبيقية فقط، يعني مستندات ودفاتر متطبق عليها محلول فيها بس ما فيش ماتيريال مكتوب فيها الكلام النظري والقواعد وكلام من ده، او في كمان في بس على المحاضرة بإذن الله ممكن ارفعها لكم المرة دي ما فيش مشكلة، في ماتيريال زي مذكرات خفيفة بس على القيد المزدوج وبعض القيود، هديكم الماتيريال. ماشي خلاص بقى، ما تكتبوش حاجة، ركزوا بس معايا والحاجة هتبقى مكتوبة بإذن الله. طيب نرجع بقى نتكلم عن موضوع القيد المزدوج. القيد المزدوج مستمد من المعادلة المحاسبية اللي هي الأصول بتساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية. طيب بعيد عن المحاسبة، احنا عندنا لفظ عندنا في اللغة عندنا اسمه المدين، او في حياتنا المدين والدائن، تمام؟ ايه هو المدين؟ ماليش دعوة، انا ما بتكلمش في المحاسبة، بتكلم في حياتنا. لما اجي كده اقول على واحد انت مدين يعني ايه؟ لا غلط يا استاذ مصطفى، مش كده، عليه فلوس. يعني المدين اللي بيدي فلوس، ما هو لو عليه يعني هو اللي بيدفع الفلوس اللي عليه، تمام، يعني شخص. طيب ناخدها كده نوحدها بقى، ايوه مدين ليا بالفلوس، تمام. لا يا استاذ هاني مش له، مدين يعني راجل عليه مبلغ، عليه فلوس. طيب يبقى دلوقتي المدين، خلاص عرفنا كلمة مدين هو الشخص اللي عليه فلوس. طيب الدائن هو شخص اللي له فلوس. طب يعني ايه له فلوس؟ له فلوس يعني انا اللي عليا، هو اللي هيقبض، ماشي جميل، بس احنا عايزين نوحد، احنا عايزين بقى نوحد كده المفاهيم. طيب جميل، هو بدل ما نقول بقى هو عليه وانا ليا ومش عارف ايه، بص هنوحد المفاهيم دلوقتي، شوف اللي انا هكتبه وده اللي احنا هنلتزم بيه. انا هتكلم الاول من وجهة نظر، من وجهة نظري انا، ان انا بطلق على الناس دي صفة، ف
فاهمين؟ يعني انا بقول صفاتهم هم ايه، المدين صفته ان هو عليه فلوس، الدائن صفته ان هو له فلوس كده، ما بتكلمش عن نفسي انا، ما اقولش انا ليا وانا عليا، لا. وصلت؟ يبقى انا بصفهم هم، بصف الاشخاص بس. طيب لما اجي اصف الاشخاص معايا شخصين، واحد احمد والتاني محمد، ثواني هكتب. وردوا على الناس يا جماعة اللي بتقول ان مفيش صوت، ردوا عليهم انتوا في الشات. طيب بصوا كده معايا، عندي احمد ومحمد، انا بقول صفة عليهم هما، ماشي؟ محدش بقى دلوقتي محدش يغلط ويقول لي انا يبقى ليا وانا يبقى عليا، انا ما بتكلمش على نفسي. طيب احمد لما اقول عليه مدين يبقى هو ايه؟ عليه فلوس، تمام كده؟ احمد مدين لينا، يعني احمد عليه فلوس لينا، يعني واحد عليه فلوس مين لينا، يعني هناخد منه فلوس، صح كده؟ اه انا بصف بيها الغير. طيب ما هو عليه فلوس يبقى هناخد منه فلوس، منه دي رمز. طيب وهو الشخص دايما الاخذ، بمعنى ان هو عليه فلوس، هو عليه فلوس ليه؟ اكيد اخذ مثلا بضاعة، صح؟ ما هو شخص اخذ ليه؟ اخذ بضاعة فبقى عليه فلوس، بقى مدين. كله معايا؟ طيب هنا في الحالة بتاعت احمد، لو انا هتكلم عن نفسي انا مش هصف احمد، هتكلموا كده عن نفسنا احنا هنبقى بقى ايه؟ علينا ولا لينا؟ بس يعني واضح ان احنا بنعكس، واضح. انا بتكلم على الحالة بتاعت احمد فقط، هو واضح ان احنا بنعكس، يعني لو احمد عليه فلوس يبقى احنا لينا فلوس، اعكس بس. طب احنا لما نيجي نوحد المعاملات، توحد ان انت بتطلق صفة على الاشخاص، تمام؟ طب تعالى نروح لمحمد، ادي محمد اهو، صفته ايه؟ الراجل ده دائن. طيب يعني ايه دائن؟ الدائن الشخص اللي له فلوس، ايوه له فلوس عندنا، اكيد هو له فلوس عندنا، يبقى اعطانا مثلا بضاعة واحنا ما حسبناهوش، فبقى له فلوس عندنا. طيب لو هتكلم دلوقتي على نفسي انا، هطلق الصفة على نفسي انا، انا تبقى صفتي ايه في الحالة بتاعت محمد؟ انا تبقى صفتي ايه في الحالة بتاعت محمد؟ عليا فلوس، ليه بقى دائن ايه ومحمد دائن؟ محمد له فلوس، هيبقى انا عليا فلوس له، وهو له فلوس عندي، يبقى انا عليا فلوس، يعني العكس. طيب لا لا، احنا احمد ومحمد دي اشخاص انت بتتكلم عليهم بتصفهم هم، انت واحد تاني. يبقى انتوا كده فهمتوا حتة المدين والدائن عشان نخلص منها خالص. انا لسه ما دخلتش في المحاسبة. طيب حد مش فاهم الكلام ده؟ تمام، يبقى خلاص احمد لو قلنا عليه مدين يبقى هو اللي عليه فلوس، هو الشخص الاخذ اللي عليه فلوس. محمد لو اطلقت عليه كلمة دائن، دائن يعني له فلوس، له فلوس يعني اكيد كان اعطى شيء وبقى له فلوس عندي. لو هتتكلم عن نفسك انت، ودي مش هنستخدمها بس عشان تفهموا، لو هنتكلم عن نفسنا احنا، تعكس يعني لو واحد عليه فلوس يبقى انا ليا فلوس، ده شيء طبيعي يعني، ولو واحد له فلوس يبقى انا عليا فلوس، بتبقى بالعكس. بس احنا في المحاسبة عشان نمشي على مبدأ واحد، بتطلق صفة على الآخرين. طيب دي كده يا جماعة في الحياة عندنا، بعيد عن المحاسبة خالص. طيب امال ايه بقى، ايه اللي دخل مدين وداين في المحاسبة؟ هي القصة بادئة 1494، قبل التاريخ ده ما كانش فيه حتة قيد مزدوج ومدين وداين وكلام من ده. طيب قلنا العالم الإيطالي لوكا باتشوليو أو أيا كان النطق بتاع اسمه، في 1494 اخترع نظرية القيد المزدوج. هو اخترع نظرية اسمها نظرية القيد المزدوج. طيب هي نظرية القيد المزدوج دي هي اللي اتبنى عليها المحاسبة كلها. طيب
بصوا يا جماعة، هو أنا من المحاضرة اللي فاتت أنا قلت إن إحنا في المحاسبة بنسجل العمليات المالية، صح؟ العمليات المالية، إيه هي العملية المالية اللي إحنا بنسجلها في المحاسبة؟ هي عملية بين طرفين، عملية معينة بين طرفين بيتبادلوا حاجة، طرفين بيتبادلوا شيء، والشيء محل التبادل، الحاجة اللي أنا بتبادلها مع الطرف الآخر لها قيمة مادية، بغض النظر عن إن أنا القيمة المادية دي اتحصلت أو اتدفعت. يبقى العملية المالية هي تبادل شيء ما بين طرفين، طرفين فقط، والشيء اللي احنا بنتبادله ده له قيمة مادية. طيب ما هو ده اللي بيتسجل في المحاسبة اللي هي العملية المالية. هو راجل اخترع طريقة للتسجيل استمدها من الواقع، من الحياة العملية. إن عندنا في الحياة لفظ اسمه مدين ولفظ اسمه دائن، افهموا الحتة دي كويس جدا. الراجل شاف إن عندنا في الحياة لفظ اسمه مدين ولفظ اسمه دائن، المدين ده اللي عليه فلوس والدائن اللي له فلوس، وراح بص في المحاسبة إن أنا عايز أسجل العمليات المالية، قلت إيه الموضوع؟ طيب ما هو قام رايح بص برضه على العملية، لقاها طرفين، لقى أي عملية مالية عبارة عن طرفين، والطرفين دولت بيتبادلوا حاجة، والحاجة دي ليها فلوس. طب ما أنت لو بصيت على الطرفين هتلاقي، لازم بتلاقي في طرف عليه فلوس وطرف آخر له فلوس، أو طرف أخد حاجة وطرف أعطى، ده شيء طبيعي. العملية مالية مثلا زي إن أنا إحنا كلنا مع بعض شركة واحدة، إيه، بعنا بضاعة لشركة تانية، مين وما خدناش فلوسنا، دي طبعا عملية مالية، لأن البضاعة إحنا معاملة هي بين طرفين، إحنا شركة الطواشي وشركة السلام، آدي طرفين، تمام؟ طيب إحنا اتبادلنا إيه يا جماعة؟ اتبادلنا بضاعة، ماليش دعوة أنا أخدنا فلوسها ولا لأ، بس مش البضاعة دي بتساوي قيمة مادية؟ آه. طيب مين فينا المدين ومين فينا الدائن؟ مين اللي عليه فلوس ومين اللي له فلوس؟ أكيد شخص عليه فلوس وشخص له فلوس برضه. كلكم إزاي؟ إحنا بعنا بضاعة للسلام، والسلام ما دفعش، مين المدين ومين الدائن؟ مين اللي عليه فلوس ومين اللي له فلوس؟ إحنا دائن. أيوه إحنا دائن، إحنا لينا فلوس والسلام عليه فلوس. حد معترض على الكلام ده؟ يا ماريا أنت فاهمة؟ في حد مش فاهم؟ طيب عموما اللي مش مركز معايا في الحتة دي تاني، احنا بعنا فلوس لمنشأة السلام، حلو، احنا بعنا فلوس، احنا آسف، بعنا بضاعة لمنشأة السلام ما اخدناش فلوسنا، مين المدين ومين الدائن هنا؟ اهو ما بص، المدين هو مكتوب قدامنا على البورد، المدين هو اللي عليه فلوس والدائن هو اللي له فلوس، حدد لي بس مين المدين ومين الدائن. احنا بعنا مش عارف هي ليه طالعه معايا ان احنا بعنا فلوس، احنا بعنا بضاعه تمام وما خدناش فلوسنا، تمام، الناس كلها بتجاوب صح اهو. ايوه خلي عندك تصور وفكر فيها في الواقع العملي. طبعا احنا لما نبيع بضاعه وما اخدناش فلوسنا، اول حاجه بقى لينا فلوس، بقينا احنا الدائن، بما ان له هو الدائن واحنا اللي له فلوس يبقى بقينا احنا ايه الدائن، وبما ان السلام خدت البضاعة وما دفعتناش بقت السلام عليها فلوس، عشان كده هي المدين. موضوع سهل خالص يا جماعة، بس برضو اللي مش فاهم يقول تمام. طب عرفتوا بقى ايه العلاقة بين المدين والدائن والمحاسبة؟ اه ايه بقى تاني العلاقة؟ اصل ايه اللي دخل مدين ودائن في المحاسبة؟ الناس دايما بتسأل السؤال ده. طبعا اللي دخل مدين ودائن في المحاسبة ان الحياة عندنا فيها مدين ودائن، فيها واحد عليه فلوس وفيها واحد له فلوس، والعمليات المالية اللي المفروض تسجل اصلا، يعني احنا في المحاسبة، ركزوا معايا ركزوا معايا، احنا في المحاسبة بنسجل عمليات مالية، واي عملية مالية فيها طرفين، ولازم طرف بتلاقيه اخد حاجة وبقى عليه فلوس، اهو اخد شيء وبقى عليه فلوس، والطرف الاخر هتلاقيه اعطى شيء وبقى له فلوس. من هنا العالم لوكا باتشيليو قام مدخل لنا
حته المدين والدين في الحياه، راح دخلها في المحاسبه، وبدا من هنا نظريه القيد المزدوج. القيد المزدوج بقى النظريه دي اعتمدت على تفسيرها، اعتمد على ان في شخص في العمليه الماليه، اي عمليه ماليه، اخذ حاجه وبقى عليه فلوس، والشخص الاخر اعطى شيء وبقى له فلوس. في اكتر من طريقه يا جماعه لتفسير نظريه القيد المزدوج. يعني هديكوا دلوقتي مثال، يعني في مثلا عندنا طريقه من وله، وطريقه المعاملات الماليه، وطريقه الاخذ والعاطي، وطريقه المعادله، معادله المركز المالي او معادله الميزانيه. في كذا طريقه لان انا اعرف مين الطرف المدين ومين الطرف الدائن. طب هتقولي لي طب هي مستاهله ان محتاجه طرق وكده؟ اه محتاجه، لسبب واحد. انا دلوقتي مديكم مثال سهل، احمد مدين ومحمد دايج، يعني مديكم اشخاص. لما اجي اقول لك اهلاك سيارات بلاش، لما اجي اقول لك انا اشتريت اساس نقدا، دلوقتي انا اشتريت اساس نقدا، انا بقى هتقعد لسه تقعد تفكر لي ده اخد وده اعطى، هما مين اللي اخد واعطى؟ ده اساس، ده انا جبت اساس، يعني انا جبت اساس ودفعت فلوس، ماليش دعوه بالقيد، انا ما بتكلمش عقيد خالص. ما هو انا مدين، يعني هكتب منشاه الطواشي، يعني هيبقى الموضوع فيه شويه مشاكل بسيطه، هيبقى الموضوع فيه شويه مشاكل بسيطه. مثلا انا اهلاك السيارات، خلينا نمشي بقى على حاجه صعبه شويه، اهلاك السيارات، السياره سعرها قل، عايز اسجل الكلام ده في المحاسبه، تعرف بقى تقول لي بقى ده مدين وده داين ومش عارف ايه، وده اخد، هو الاهلاك بياخد، هو الاهلاك بيبقى عليه فلوس؟ هو محمد بيبقى عليه فلوس، الاهلاك عليه فلوس، السيارات تبقى ليها فلوس؟ الموضوع مش مخصص اهلاك مثلا، لفظ عندنا في المحاسبه، ليه مخصص الاهلاك دائن مثلا؟ هو ايه، وله فلوس عندي مخصص الاهلاك؟ يعني واضح ان في الحسابات في المحاسبه مش اشخاص بس، في حسابات شخصية وحسابات اسمية وحسابات حقيقية. طيب عشان نفرق بسهولة، على فكرة الطرق اللي هي الأخذ والعاطي صح، طرق المعاملات منه وله صح، طرق كتير جدا لتفسير نظرية القيد المزدوج ومعرفة المدين والدين صحيحة، ما فيهاش مشاكل. الطريقة الأفضل اللي أنا هقولها لكم دلوقتي طريقة مبنية على قاعدة، بعد ما بتفهم خلاص يعني إيه مدين ويعني إيه داين وإيه اللي دخلنا، ايه اللي دخل المدين والدين في المحاسبه، خلاص ابتدي دلوقتي هنمشي على قاعده، قانون. القانون ده هيعرفك ايه هي الحسابات المدينه وايه هي الحسابات الدينه وايه هي الحسابات الدائنه. بكل بساطه القاعده دي تعرفك ايه الحسابات اللي بتتكتب الاول او فوق اللي هي المدين، وايه الحسابات اللي بتتكتب تحت الدائن. الفكره يا جماعه مش على مدين ودائن بس، هي نظريه قيد مزدوج، في واحد فوق وواحد تحت، خلصت، هي قاعدة. تمام، بعد ما بتفهم خلاص هي قاعدة فقط لا غير. طيب بص، فاكرين كان عندنا المرة اللي فاتت اديتكم معادلة، معادلة المركز المالي أو معادلة الميزانية، وفكناها خليناها 6 حسابات صح؟ طب ممكن تفكروني بيها؟ السلام عليكم. طيب دي المعادلة بتاعت المرة اللي فاتت، قلنا ده مشتق معادلة الميزانية أو مشتق معادلة المركز المالي. بصوا بقى يا جماعة دي لازم تبقى في دماغنا، ليه؟ لسببين، دي الحاجة الوحيدة اللي بعتبرها حفظ في المحاسبة. طيب ايوه انا كنت قلت لكم الموضوع ده، تمام يا ملاك. طيب بصوا يا جماعة، أنا عندي 3 حسابات على اليمين و3 حسابات على الشمال، هما كلهم 6 حسابات. لو تلاحظوا كل حساب في ناحية اليمين مثلا الأصول
قصاده في ناحية الشمال حساب آخر عكسه. يعني بمعنى الأصول هي الممتلكات بتاعتي، الالتزامات هي الحاجات اللي عليا، الالتزامات اللي عليا طبعا عكس الممتلكات، يبقى أصول خصوم. طيب المسحوبات حاجة بسحبها لاستعمالي الشخصي من الشغل، يقابلها أو عكسها رأس المال. ليه؟ لأن الحاجة اللي بسحبها لاستعمالي الشخصي بتقلل من رأس مالي، يبقى مسحوبات عكسها رأس المال. المصروفات فلوس بصرفها عشان أشتغل، الإيرادات الفلوس اللي بتجيلي نتيجة الشغل. يبقى دلوقتي الست حسابات: أصول، التزامات، مسحوبات، رأس مال تقلل لي رأس المال، المصروفات، إيرادات. صعب حفظها؟ طيب بصوا، المعادلة دي لها فايدتين. أول فايدة إنها جامعة جميع الحسابات اللي في المحاسبة، مفيش حساب عندي في المحاسبة يخرج خارج الست حسابات دول. يعني في حاجات تلاقيها تبع الممتلكات، فيها حاجات تبع المسحوبات، هي حاجة واحدة، لا أي حاجة بسحبها لاستعمالي الشخصي، المصروفات دي حاجات كتير، أي فلوس بصرفها. قلنا المرة اللي فاتت الأصول دي كانت متداولة وثابتة، والمتداولة حاجات والثابتة حاجات. الالتزامات دي الالتزامات اللي عليا، لا إما ثابتة قصيرة الأجل أو ثابتة طويلة الأجل أو متداولة قصيرة الأجل. رأس المال ده حاجة واحدة بس اللي هو رأس مالي، اللي ليا ناقص اللي عليا. الإيرادات دي الفلوس اللي بتجيلي نتيجة ممارسة النشاط. طب كويس أوي، يعني أول فايدة للمعادلة دي إنها لما لي جميع الحسابات اللي في المحاسبة. تاني فايدة، دي هتعرفني المدين والداين بكل سهولة، وبدون ما أقعد أقول آخذ وعاطي ومنه وله وعليه ومش عارف إيه، مفيش كلام من ده خالص. دي هتعرفني المدين والداين بسهولة جدا، وهي القاعدة الأفضل لمعرفة المدين والداين. شايفين الأصول والمسحوبات والمصروفات دول مدين، الالتزامات ورأس المال والإيرادات دائن. خلصت كده. طبعا لسه في حتة صغيرة هزودها، بس ده الأساس اللي أنا هقولته ده. طيب يعني يا جماعة الأصول والمسحوبات والمصروفات دولت مدين، الباقي كله في المحاسبة دائن. اي حاجة تبع بقى الاصول والمسحوبات والمصروفات مدين، اي حاجة بقى تانية غير التلاتة دول يبقوا دائن، يعني الالتزامات ورأس المال والايرادات دائن. دي قاعدة محاسبية. طب بصوا كمان اسهل، الاصول والمسحوبات والمصروفات اول كلمة في الاصول الف، اول كلمة في المسحوبات ميم، تاني كلمة في تالت كلمة ميم، صح؟ يعني اصول الف، مسحوبات ميم، مصروفات ميم. لخصها مع نفسك كده وقول أمم، ألف، ميم، ميم، أمم. الأمم دي الألف أصول، الميم مسحوبات، الميم التانية مصروفات. خلصت. الأمم دي بقى اللي هما التلاتة دول مدين، أمم مدين، الباقي كل الحسابات يا جماعة دايما. دي عشان ما تطلعش من دماغنا إطلاقا. طيب بس في هنا ملاحظة، هل ممكن الحساب الداين يجي مدين والمدين يجي داين؟ اه طبعا ممكن. امتى؟ لو قل، لو الحساب قل. بمعنى الخزينة تبع ايه؟ واحدة واحدة معايا، الخزينة تبع ايه من الست حسابات دول؟ حد يقول لي الخزينة. ايوه الخزينة تبع الاصول، ممتلكات، فلوس تعتبر ممتلكات. طيب الخزينة مدين، جميل قوي. طب لو زادت هتفضل مدين زي ما هي، مفيش مشكلة. طب لو زادت ازاي؟ يعني انا في شغل اهو قبضت فلوس، مدين مفيش مشاكل. طب افرض انا دفعت فلوس، مش كده الخزنة قلت؟ اه خلاص تيجي ده. اي حساب يا جماعه لما يقل، سيبك من اخذ واعطي بقى، اعطيت واخذت وكلام من ده، انا بتكلم انا ان انا دفعت فلوس، ولما ادفع فلوس
ماليش دعوه، انا ده انا اخذ اعاطي، ما لناش دعوه بيه. انا ليه دعوه دلوقتي؟ ركز على الفلوس، الحساب نفسه. الحساب دلوقتي قل ولا زاد لما انا بدفع فلوس؟ تمام، انا بدفع طبعا، خلاص الفلوس اللي معايا قلت ادام انا دفعت، خلصت يا جماعه. اي حاجه تقل اعكس طبيعتها. طب ما الخزنه كانت مدي، خلاص هي قلت بقت تيجي داء. امشي على كده على كل الحسابات. بمعنى الالتزامات، الالتزامات دي دائن صح؟ طب افرض الالتزامات قلت، انا عليا فلوس كتير ودفعتها خلاص هتيجي مدي. طب رأس المال، رأس المال دائم، والله لو قال هيجي لي مدين. خلصت كده يا جماعة. يبقى الأصول والمسحوبات والمصروفات اللي هي الأمم، اختصارها كده أمم على طول، ألف ميم ميم مدين، خلصت. بقية الحسابات كلها دائم. قاعدة كمان إن أي حساب يقل تعكس طبيعته. حد له استفسار في حاجة؟ الأجر مصروف طبعا، مصروفات، أنا بدفع أجور، مصروفات مش فلوس عليا، لأ دي مصروفات. الأجور تبقى التزامات إمتى يا جماعة؟ لو اتأخرت في دفعها، بمعنى إن أنا كنت مفروض أدفع أجور الشهر ده وما دفعتهاش، بقت فلوس عليا، بقت التزامات كده. المسحوبات أي حاجة باخدها من الشغل بتاعي لاستعمال الشخصي بره الشغل. اخدت تكييف من الشغل عشان اشغله عندي في البيت، قيمة التكييف دي تتسجل مسحوبات. حساب يقل عكس طبيعته قلنا زي المثال بتاع الخزنة، بمعنى الخزنة لو انا قبضت فلوس كده بتزيد صح؟ لو انا دفعت فلوس الخزنة كده ايه؟ قلت. خلاص امشي على كده، كل حساب من دول ممكن يزيد وممكن يقل، هتشوفها في التمارين العملي. حد عايز حاجة تانية في حدود الموضوع ده؟ ما بقولش الخزنة تدفع، احنا غلط كلمة الخزنة تدفع. هو أنا لما أدفع كده الخزنة زادت ولا قلت؟ أنا دفعت من الخزنة بتاعتي، أكيد الخزنة كده قلت، الفلوس اللي معايا قلت خلاص. سيبكم من موضوع آخذ وعاطي وأخذت وأعطت، الموضوع ده بيلبخ، هو صح بس بيلبخ. الفرق بين المسحوبات والمصروفات، المسحوبات دي حاجة أخدتها من الشغل ما صرفتهاش، ما اديتهاش لحد، ده أنا أخدت أي حاجة من المشروع بتاعي عشان أستعملها أنا شخصيا، سواء فلوس أو سواء أصول. اما المصروفات دي فلوس بدفعها عشان اشتغل، بدفعها زي مثلا الايجار، ما هو انا لازم ادفع ايجار عشان اكمل شغل، لازم ادفع مرتبات عشان اكمل شغل، مصاريف لازمة عشان اكمل النشاط بتاعي. ايوه طبعا، ما احنا قلنا الجانب الايسر برضو لو قل بنعكسه، كل الحسابات لو قلت بتتعكس. الحاجة المسحوبات الحاجة اللي بناخدها من العمل لاستعمالنا الشخصي. ازاي؟ قال لا، هو رأس المال عندي كملاك مدين ولا داين؟ حددي رأس المال اصلا مدين ولا. طب ازاي بقى لما يزيد يجي مدين؟ ده لو قل هيجي لي مدين. طب ناخد تدريبات نظرية قبل ما ادخل على عملي، عشان طبعا ادخل دلوقتي على عملي نسجل فواتير، لازم نكون ايه، عرفنا شوية حاجات. وبعد كده قبل بداية كل يوم عملي تسجيل بإذن الله نبقى ناخد القيود بتاعة النهاردة. طيب بص، ما هو إيجار مستحق، دي فلوس عليا خلاص دائم. طيب بصوا يا جماعة، ركزوا كده معايا عشان الأسئلة دي مهمة.
انا قبضت فلوس، الخزنة مدين ولا داين؟ تمام، داين. مين اللي بيقول داين؟ انا قبضت فلوس، انا قبضت فلوس، اخدت فلوس. احنا الشركة يا جماعة مع بعض، نظرية الوحدة المحسبية، احنا كده مع بعض كده بنفترض نفسنا ان احنا الشركة. لما نيجي نحل التصور في بالك ان انت الشركة نفسها، انت بقى قبضت فلوس، جالك فلوس، انا سحبت، احنا اصحاب الشركة، تمام، وسحبنا بضاعة لاستعمالنا الشخصي، نسجل البضاعة دي ايه؟ نحطها في الطرف المدين ولا الطرف الدائن؟ يعني البضاعة دي مدين ولا دائن؟ الحاجة اللي احنا سحبناها طبعا مدين، قيمة الحاجة اللي احنا سحبناها لاستعمالنا الشخصي مدين طبعا. هو احنا لو سحبنا حاجة لاستعمالنا الشخصي دي تبقى مسحوبات. طيب هنا المسحوبات بتاعتنا قلت ولا زادت؟ زادت طبعا، واحنا لما نسحب حاجة لاستعمالنا الشخصي زادت، خلاص يبقى تفضل، والمسحوبات اهي قدامك زي مع البورد مدينة. طيب انا لما ادفع مصروف، ركزوا معايا، احنا شركة ودفعنا مصروف، احنا شركة، هنرجع تاني للمسحوبات بعدين، احنا شركة ودفعنا مصروف، ما بتكلمش عن الخزنة، انا بتكلم على المصروف نفسه. المصروف نفسه نسجله ايه؟ نسجله مدين ولا نسجله دائن؟ طيب طبعا مدين زي معظم ما الناس قالت، تمام. ماريا، بص يا ماريا، انا دلوقتي دفعت مصروف، احنا شركة ودفعنا مصروف، هل كده مصروفات قلت؟ يعني انت خلوا عندكم يا جماعة تصور، يا جماعة انت قاعد في شركة اهو، قمت مطلع فلوس رحت دفعتها في الايجار، مش نهاية اليوم هتيجي تكتب كده عندك في الدفاتر ان في مصروفات اتدفعت؟ يعني المصروفات بتاعتي زادت النهاردة، يبقى ازاي قلت؟ يا جماعة لازم تصور، لازم اتصور الحاجة، ما ينفعش ان احنا نقولها كده على طول مدين او داين، او لو انا دفعت فلوس تبقى مدين، ولو انا مش عارف قبضت فلوس تبقى داين. لا، ما العملية ما بتجيش كده، العملية بتيجي يا جماعة بتصور، تصور انت تحط نفسك ان انت محاسب في عمل، انت محاسب في مشروع دلوقتي وقاعد بتسجل اهو، انا دفعت مصروف، قمت رايح دافع الايجار، المصروفات دي مش كده تبقى زادت؟ انا كنت ما دفعتش اي حاجه النهارده، مره واحده كده قمت دافع النهارده 20 جنيه، طب ما كده المصروفات بتاعتي زاد من صفر ل 20، زادت اهي، يبقى كده المصروفات مدينه اهي زي ما هي. خلينا نشتغل باسلوب التصور، طب تعالى تصوروا كده معايا، تعالى على حتة الإيرادات، بصوا كده يا جماعة، أنا قاعد أهو، إحنا قاعدين أهو في الشغل، مرة واحدة بعنا بضاعة، إحنا بعنا بضاعة، المبيعات دي تبقى مدين ولا تبقى داين؟ أول حاجة تحدد هي المبيعات أصلا تبع إيه؟ والله المبيعات تبع الإيرادات لأنها إيراد زي ما قلنا المرة اللي فاتت. طيب هو انا لما ببيع بضاعة مبيعاتي دي اللي هي الايرادات بتزيد ولا بتقل؟ لا طبعا بتزيد، انا بعت بضاعة، فاجي في نهاية اليوم كده اكتب المبيعات بقت 100 جنيه، انا ما بتكلمش عن البضاعة نفسها، انا بتكلم عن المبيعات فقط. طبعا بتزيد. طب خلاص، طب بصوا عشان ندخل نحل، يلا عشان ندخل هنطبق، لان الافضل بدل الكلام، الأفضل إن احنا نطبق عملي.
والقيد اللي انا هطبقه عملي قبل ما احله، تمام؟ يعني قبل ما نحله عملي هقوم قايله. طيب اخر حاجه شكل القيد بقى، بمعنى انا هسجل مدين ودين دي ازاي في المحاسبه؟ انتوا اخدتوا كده التحليل، يعني لو انا عرفت قصه المدين والدين وجات منين وهتدخل المحاسبه ازاي. طيب اللغه بقى المحاسبيه شكلها كده، اللي هو بنسميه بقى القيد المزدوج، شكله كده يا جماعه. طيب بصوا يا جماعه، احنا قلنا خلاص ان احنا في المحاسبه بنسجل المدين وبنسجل الدائن. طيب اولا دي هقولها مره واحده، ركزوا بقى معايا، مش عايزين كلام في الشات وركزوا بس معايا. طيب كلمه من وكلمه الى رموز، كلمه من ومن وكلمه الى رموز. رموز يا جماعه، يعني محدش يجي يقول لي بعد كده، عشان انا مش هرد بصراحه على الحته دي، محدش يجي يقول لي من، يعني انا اخدت من ده حطيت الى ده، لا اطلاقا مفيش حاجه اسمها انا اخدت من ده حطيت الى ده، تمام؟ لا دي رموز، من رمز، الى ده رمز. طب رمز الايه؟ من رمز للمدين الى رمز للدائن. يعني لما اجي اكتب الحساب المدين بكتب قدامه من حساب كذا، لما اجي اكتب الحساب الدائن اكتب قدامه الى حساب كذا، بس كده خلصت. اما بقى ما فيش حاجة اسمها من انا اخدت من ده وحطيت الى ده، لا لا لا، رموز فقط لا غير. علامة، يبقى ايه هي علامة المدين؟ من، وعلامة الدائن إلى. طيب من مدين إلى دي علامة الدائن، خلصت. طيب ده كده قيد مزدوج، ده اسمه إيه يا جماعة؟ قيد المزدوج. إيه لازمة القيد المزدوج ده؟ بحلل العملية المالية لطرفين، طرف مدين وطرف دائن زي ما احنا اتفقنا، والقصة دي هي المحاسبة. عملية مالية ليها طرفين مدين ودائن، والحياة ليها طرفين مدين ودائن. خلاص جميل، واقوم العمليه الماليه لما اجي اسجلها في المحاسبه حللها لطرف مدين وطرف داين، شوف مين اللي عليه فلوس يجي مدين ومين اللي له فلوس يجي داين، اسجلها بشكل ايه؟ شكل القيد المزدوج اللي هو ده، هو ده كده القيد المزدوج. طيب القيد المزدوج ده والله بسجل المدين زي ما انا بشاور اهو في الطرف اللي فوق، وبرمز للمدين بالرمز من، واسجل الداين في الطرف اللي تحت وبرمز للدائن بالرمز الى. طيب بصوا بقى، لازم مبلغ المدين بيساوي المبلغ بتاع الدائن، مجموع مبالغ الطرف المدين بتساوي مجموع مبالغ الطرف الدائن. ليه؟ والله ده شيء طبيعي، هو انا بعت بضاعة الواحد بألف جنيه وما اخدتش فلوسي، بقى انا ليا الف جنيه وهو بقى عليه الف جنيه، احنا الاتنين متساويين اهو، الطرفين متساويين. يبقى منطقيا انا بعت بضاعة الواحد بألف جنيه وما اخدتش فلوس، بقى انا ليا فلوس كده بألف جنيه، انا دائن بألف جنيه. طب وهو، ما هو بقى عليه فلوس، بقى مدين وبرضه بألف جنيه، يبقى لازم الطرف المدين بيتساوى مع الطرف الدائن لان العملية واحدة. طيب ده اسمه قيد مزدوج بسيط. بسيط يعني ايه؟ يعني كل طرف في حساب واحد فقط. اهو الطرف المدين فين؟ اهو ده الطرف المدين، في كام حساب؟ انتوا شايفين في كام حساب الطرف المدين؟ ما كلمة حا دي يعني حساب، فين الطرف المدين اللي هو فوق اهو، في كام حساب؟ واحد بس، حساب احمد. طب الطرف الداين؟ في حساب واحد بس، حساب المبيعات. جميل. طب تعالى كده على القيد ده، الطرف الداين يا جماعة اللي هم كل المن، اي حاجة من بتبقى طرف واحد، اي حاجه من ان شاء الله لو 10 مكتوبين من حساب من حساب من حساب من حساب يبقى ايه، كل دول طرف واحد، واي الى ان شاء الله لو مليون طرف، مليون حساب مكتوب عليه الى، ده طرف واحد. طيب دلوقتي الطرف المدين في كم حساب في القيد ده؟ طرف المدين في كم حساب؟
اتنين بالظبط اهو، الطرف المدين اللي هي اي حاجه مكتوب قدامها من اهو، من خزنه ومن المسحوبات. اه ده فيها حسابين الطرف المدين. طب الطرف الداين برضه فيه حسابين، ده هنسميه قيد مزدوج مركب. قيد مزدوج مركب. طيب بس كده بقى، القيد المزدوج لا اما بسيط، والقيد المزدوج البسيط ده الطرف الواحد فيه حساب، يعني المدين كل المدين مجموع المدين كله في حساب واحد، ومجموع الدائن كله في حساب واحد. اما لو المدين فيه اكتر من حساب، او الدائن فيه اكتر من حساب، او كليهما فيهم اكتر من حساب، بنسميه طرف، بنسميه قيد مركب، قيد مزدوج مركب. طيب كلمة من مذكورين والى مذكورين، آه ماشي صح ما فيش مشكلة، بتتقال لما يبقى الطرف الواحد فيه اكتر من حساب، ممكن اقول من مذكورين الخزنة والمسحوبات، بس ما تحلوش كده، دي طريقة قديمة وترجمة خاطئة عن ترجمة الكتب الانجليزية، اساسا ما كانش موجود كلام من ده، زائد انها بتلبخ وملهاش اي لازمة. اشتغل كده على طول، من حساب كذا، من حساب كذا، من حساب كذا، الى حساب كذا، الى حساب كذا، الى حساب كذا. ممكن كمان تشيل كلمة من والى وتشتغل حسابات على طول. هتقول لي طب انا اعرف المدين والدين ازاي؟ هتعرف بعدين لما ندخل نحل. طيب القيد المزدوج ده عموما، القيد المزدوج بيتسجل فين؟ اللي كانوا معايا المحاضرة اللي فاتت، والله القيد المزدوج بيتسجل في دفتر اليومية زي ما نشوف دلوقتي، في دفتر اليومية فقط لا غير. طيب يبقى القيد بيتسجل في، قلنا القيد بيتسجل في دفتر اليومية. أنا مش المرة اللي فاتت قلت لكم الدورة المحاسبية صح ولا لأ؟ المرة اللي فاتت أنا قايل لكم الدورة المحاسبية من دفتر يومية دفتر الأستاذ لميزان المراقبة. أيوه بالظبط كده ماشي خلاص. القيد المزدوج ده بقى بيتسجل في دفتر اليومية. طيب تعالى بقى نشوف، هنشوف بقى يا جماعة الدفاتر يومية وأستاذ وكلام من ده عملي قدامنا. دفتر يومية يا جماعة بيبقى بالشكل ده. طب الناس اللي حاضرة يا جماعة أول مرة، أنا مش هقدر يعني، اعذروني بحاجة، الناس اللي حاضرة لأول مرة وأنا شايف من ساعتها على الشات، بس برضو أنا ما ينفعش أقطع ال الكلام تمام. الناس اللي حاضرة لأول مرة بالظبط، هما كانوا يرجعوا للتسجيل، لأن أنا مش هقدر المرة دي أعيد حتى لو على يعني على عجالة، مش هقدر أعيد كلام المرة اللي فاتت وأدخل في كلام النهاردة. أنا أصلا ماشي بالراحة جدا، وبرضو عدت حاجات من المرة اللي فاتت بس على قد الامكان، لان انا مش هقدر ان انا يعني الناس جايه المره دي على اساس تاخد حاجه جديده، انا مش هقدر اقوم قايل اللي فات كله تمام. فالناس يعني اي حد هيجي بعد كده جديد يعرف ان انا هشرح حاجه جديده. طيب ادام انا هشرح حاجه جديده، لو انت مش هتقدر تفهم، طب ما ده شيء طبيعي وانا مش هقدر ان انا اساعدك تمام. ف ايوه اللي جاي جديد بالظبط كده، اللي جاي جديد بقى يقوم محاول يفهم بقدر الامكان، يحاول يفهم بقدر الامكان، وحاجات مش هيفهمها حلو قوي معاه المحاضرتين الاولى جاهزه والتانيه خلاص هتجهز على بكره، يقوم ماسكهم الاولى الاول يتفرج عليها، وبعد كده ماسك التانيه يتفرج عليها، ومعاه الماتيريال يبقى كده كل شيء اتفهم. يحضر المره دي يعني اه اكيد طبعا، حتى ادام فاتوا بعض الاشياء البسيطه المحاضره اللي فاتت هيفهم ولو 50% 40%، لما يروح هو يتفرج على الفيديو تاني مفيش اي مشاكل. طيب نرجع تاني بقى المرجان ده كده يا جماعه، دفتر اليوميه، شوف دفتر اليوميه شكله ازاي، مدين داين بيان ورقم المستند الاصلي ورقم، لا دي خليها مثلا تاريخ، اصل ده مش دفتر يوميه اصلا بس نفس التقسيمه بالظبط. طيب نفترض ان دي التاريخ يعني، مدين الخانه المدين دي بسجل فيها الارقام المدينه اهي زي ما انتم شايفين، الخانه الدائن بسجل فيها المبالغ بتاعه الارقام الدائن، البيان بسجل فيه القيد المزدوج اهو، من حساب من حساب من حساب من حساب الى حساب الى حساب،
رقم المستند الاصلي، مش انا قايل لكم دفتر اليوميه ده انا بنقله منين؟ دفتر اليوميه بنقله من فواتير ومستندات اصليه. يعني انا بعت بضاعه، ما ينفعش اجي المحاسب كده اقوم قايل له امسك ده انا بعت بضاعه سجل، لا ده انا بعت بضاعه سجلها له في فاتوره، الفاتوره دي تثبت انها مبيعات، اقوم جايب الفاتوره اعمل ايه؟ اجيب الفاتوره مكتوب فيها مبيعات سجلها. فرقم المستند الاصلي، يعني شوف انت ناقل القيد ده ترجمته منين، يبقى من المستند الاصلي البيان بكتب فيه القيد المزدوج. طب رقم اسف ده التاريخ بقى، تاريخ العمليه حصل يوم كام تاني، يبقى المدين بسجل فيه، ده شكل دفتر اليوميه، المدين بسجل فيه المبالغ المدينه، الدائن بسجل فيه المبالغ الدائنه، البيان بكتب فيه القيد المزدوج زي ما انتم شايفين، رقم المستند الاصلي. والله يعني انا ناقل القيد ده منين او مترجم القيد ده منين؟ قلنا اي عمليه ماليه لازم تسجل في مستندات اصليه اولا، وبعد كده ناخد من المستندات الاصليه نحط في دفتر اليوميه، مثلا ناقل من الفاتوره او حافظه سندات، هنشوف الموضوع ده بعدين. رقم واحد، وهنا نكتب تاريخ العمليه، وممكن تبقى فيه خانة تانية زي ما هنشوف بعد كده، رقم صفحة الأستاذ. المفروض مش احنا بنحول من اليومية للأستاذ؟ أقوم كاتب رقم الصفحة بتاعة دفتر الأستاذ اللي أنا هنقل عليه زي ما هنشوف بعدين. جميل، ثواني أرفع الملف. طبعا يا جماعة لازم كانت الناس تيجي فاكرة الدورة المحاسبية بتاعة المرة اللي فاتت عشان ما ناخدش فيها وقت. طيب القصة بتاعة الكورس غير حتة المستويات والمراحل وكلام من ده، في قصة كده احنا ماشيين عنها في الكورس. أولا احنا هنفتح محل منشأة فردية أنا بس صاحبها، واحنا كلنا مع بعض شغالين حسابات فيها. طيب المنشأة الفردية دي هتبقى بتبيع مستحضرات تجميل، تجارة، نشتري بضاعة من بره نقوم رايحين بايعينها. طيب وانا صاحب المنشأة واحد بس، وانتوا المحاسبين وانا معاكم. طب جميل، النهارده هنفتح الشغل، هنبتدي العمل فعلا، وانتوا طبعا محاسبين اهو انا بعلمكم تمام كده، عشان بعد كده انتوا اللي هتمسكوا الحسابات وانتوا اللي هتشتغلوا. فاحنا قاعدين اهو مع بعض طقم محاسبين اهو، وانا قاعد معاكم وبعرفكم واحده واحده الامور ماشيه ازاي. احنا دلوقتي مش بنذاكر او بندرس او لا، في شغل، دي عمليات حصلت بجد قبل كده في منشأة الطواشي، انها كانت موجودة قبل كده ولسه موجودة لغاية النهاردة تمام. ف يعني ده شغل بجد، دي عمليات حصلت فعلا في الواقع وانا بنقلها ليكم. طيب انا يا جماعة صاحب الشغل حبيت ان انا ابتدي الشغل بالحاجات اللي هقولها دي. طيب بصوا يا جماعة، قلنا زي بقى فكرة التصور، خلاص الحاجات دي فعلا واقعية بجد، واحنا بنعيد حساباتها تاني، الحاجات دي اتعملت اصلا قبل كده خلاص فعلا في شركة الطواشي تمام، الكلام ده فعلا تم واتعمل، وكنت وقتها انا اللي ماسك الحسابات، ونفس الكلام اللي انا عملته وبنقله لكم، بالعكس ده انا بضيف عليه حاجات لان الكلام ده كان من سنين، فانا ضفت عليه حاجات كمان زيادة. يبقى الكلام ده واقعي جدا وكلام حصل، مش حاجة اكاديمية او مسألة بنحلها. بالمناسبة ان انا كنت شغال في الشركة دي، او هي كانت منشأة فردية، وكانت بالنسبة لحجم المنشآت الفردية كبيرة، بس طبعا بالنسبة للشركات الشركات بتبقى اكبر. طيب انا اشتغلت فيها 3 سنين، ما في اول 3 شهور كنت محاسب، بعد كده مدير حسابات بقيت ال3 سنين، ودي المرة الوحيدة على فكرة انا اشتغلت فيها محاسب، ما اشتغلتش محاسب بعد كده، وهي كانت مشروع خاص بعمي. ايوه بالظبط، انا اتعلمت محاسبه في خلال ال3 سنين دول فقط، بس الكلام ده من 2006 ل 2009، من سنه تخرجي 2006 حتى 2009. بعد كده انا بعدت على فكره عن مجال المحاسبه ورجعت تاني 2010. طيب
انا تجاره المنصوره مصر، وانا كنت اشتغلت فتره مصمم ومراجع نظم معلومات محاسبيه، بس شهور، فتره شهور مصمم ومراجع نظم معلومات محاسبيه، اللي هو بيصمم برامج محاسبيه على الورق بس. يعني اقوم جايب برنامج، عارفين انتوا برامج المحاسبه زي البيتش 3 مثلا والكويك بوكس وكلام من ده، بس طبعا حاجه اقل، البيتش 3 والكويك بوكس حاجات عالميه. انا كنت اقوم مصمم ماسك برنامج ألفه من الأول للآخر على ورق، ومعايا طبعا تصميمات برنامج باقية، وعلى فكرة هي مرفوع، بس طبعا مرفوع ملخص مش البرنامج كامل، يعني مرفوع بس كده فكرة برنامج كنت عامله، مرفوع على موقع بس حاطط صفحة واحدة بس منه طبعا، لأن البرنامج بالكامل زي ما تقول البرنامج موجود على الورق، ناقص إن هو يجي مبرمج بيستلم الورق ده ويحوله على طول لإيه؟ لبرنامج فعلي. ايوه بالظبط كده، عشان كده نشر منه الفكره فقط صفحه واحده، هم البرنامج كله في 13 صفحه، اما دي صفحه واحده فقط بس، دي اشتغلتها شهور، وكنت براجع على برامج محاسبيه. ده كل على فكره اللي انا اشتغلته في المحاسبه، ما اشتغلتش حاجه كبيره يعني. وبعد كده من 2010 مدرس لحد النهارده. اللي ساعدني في التدريس اللي انا عايز اوصله لكم الثلاث سنين دول، فما بالكم لو حد اشتغل في شركة كبيرة، شركة أموال كبيرة مثلا، أو اشتغل في مكتب محاسبة أو مكتب مراجعة. ده بيديك الشغل العملي، بيديك نوع من التصور، بمعنى إن أنت بعد كده لما تيجي تقرأ كتب مش هيبقى كلام نظري، أنت شفت الكلام ده على الواقع، فلما تيجي تقرا كتب هتقراها بكل بساطه، وهتتصور الكلام ده ان هو فعلا حصل لان انت شفته بعينيك، فهي دي الميزه. فانا بقول لكم خليكم تتصور لان الكلام ده فعلا كله واقعي، وجايب لكم الفواتير اللي كنت شغال عليها والحاجه اللي كنت شغال عليها، فكلام واقعي جدا. انتوا دلوقتي فعلا في شركه، تمام، انتوا دلوقتي في شركه اهو، وانا جايب لكم ورق يلا اعمله، ما انتوا مش لازم تنزلوا تشوفوا البضاعه بعينيكم، الحاجه دي بعينيها، احنا محاسبين مالناش دعوه، انتوا قاعدين اهو على المكتب وخد الورق اهو اعمل، بنعلمكم الحاجة من الأول زي ما أنا اتعلمت. أنا كنت بفتح الكتاب وأحطه قدامي وأقرأ الجملة وأطبق، عمي جه علمني فقط المدين والدين وسابني، علمني يعني إيه مدين ويعني إيه دين، وأجيب إيه مدين وأجيب إيه دين، ووراني شكل الدفاتر، وأنا قعدت جبت الكتاب قدامي وأقرأ الكتاب وأطبق على الدفاتر اللي موجودة. يعني اشتغلنا يدوي سنتين وسنة برامج. بعد كده اول ما جيت درست ما درستش بسبب ان انا القراءة، انا بسبب اللي انا شفته قعدت اشرحه. بعد كده طبعا لازم بقى اي مدرس بيضطر ان هو يقرأ ويرجع بقى المراجع، وده برضو بيفيد. طيب بصوا يا جماعة، انا بادئ اهو دلوقتي، نرجع بقى تاني، نرجع تاني بعد اذنكم. انا بادئ دلوقتي الفلوس اللي معايا خزنة ب 76,000، أنا صاحب الشغل ومعايا خزنة ب 76,000، فلوس ب 76,000، وعندي فلوس في بنك فيصل شخصية ليا ب 120,000، بس خلاص هنقل ملكيتها للعمل. ومعايا أنا كشخص كان عليا كان في الهدى مدينون، يعني الهدى عليهم فلوس ب 70,000، والله هخلي الفلوس دي بتاعت الشغل برضو لما ترجع، واوراق قبض، اوراق قبض زي ما قلنا المره اللي فاتت، وصولات امانه، في وصولات امانه معايا على ناس ب 11,000، لما يرجعوا برضو هخليهم للشغل. طيب في دائنون الإسلامية، شركة الإسلامية دي ليها فلوس عندي ب 150,000، والفلوس دي المفروض بقى هخلي الشغل هو اللي ملتزم بيها ويدفعها. افتكروا نظرية الوحدة المحاسبية أو مبدأ الوحدة المحاسبية، لما أنقل الحاجات دي لملكية الشغل، الحاجات دي ما عادتش بتاعتي، بقت بتاعت منشأة الطواشي، مش محمود الطواشي، تمام؟ لغاية دلوقتي الحاجات دي بتاعتي، بس أنا هسجلها في الشغل، الموضوع انتهى، بقت بتاعة المشروع مش بتاعتي. الحاجات دي هتبقى عبارة عن رأس مالي اللي هو مسلفه لمنشأة الطواشي عشان يشغله ويجيب لي أرباح. طب جميل،
انا بقى مطالب مني ايه دلوقتي؟ مطالب مني ان انا اسجل الكلام ده في مستند اصلي، صح كده؟ ما هو مش دي عمليه ماليه حصلت؟ دي ايه العمليه الماليه دي؟ اسمها ايه؟ هنشوف دلوقتي. دي عمليه ماليه اسمها قيد افتتاحي، عمليه افتتاحيه للشغل، ده انا لسه هفتتح الشغل، تقديم اصول وخصوم، دي العمليه الماليه. طب العمليه الافتتاحيه دي تسجل في انهي مستند اصل الاول على حسب الدوره المحاسبيه؟ والله انا يعني عندي فاتوره مبيعات، اسجل بتاع دي في فاتوره مبيعات؟ مستحيل. اسجلها في فاتوره مشتريات؟ مستحيل. ما ينفعش اسجلها في اليوميه، ما احنا قلنا العمليه الماليه لما تحصل نحطها في مستند اصل الاول. طب ما المستند الاصل ده مليون نوع، كتير. يعني المستند الاصل ده لا اما فاتوره مبيعات، لا اما فاتوره مشتريات، لا اما سند قبض، لا اما سند صرف، لا اما اذن صرف، لا اما اذن قبض، لا اما حافظه سندات، لا اما شيك، لا اما مستندات اصليه، كتير جدا على حسب نوع العمليه. دي عمليه اسمها قيد افتتاحي، تسجل في مستند اصلي يا جماعه اسمه حافظه سندات. انا مش مقتنع بالاسم ده، سميه مستند القيد الافتتاحي. ده مستند اصلي، مستند يعني ورقه، نوع من انواع الفواتير، بحط فيه الحاجه اللي انا بادئ بيها، اسم الحساب والمبلغ، اسم الحساب والمبلغ، خلصت اهو. اللوجو بتاع الشركه، الطاش، مستحضرات التجميل ولا لوازم الصيدليات، حافظه سندات او مستند قيد افتتاحي، رقم واحد. لازم بقى كل مستند يترقم، يعني ده اول حافظه سندات شغال فيها، خلاص دي واحد، لو اول فاتوره تبقى واحد. طيب واقوم راصص الحسابات، انا ما بعملش مدين وداين، انا اعمل مدين وداين دي لما اجي في دفتر اليوميه، واقوم راصص الحسابات اللي انا بدات بيها والمبلغ بتاعها بالجنيه المصري، والمحاسب يقوم ماضي، خلصت الموضوع. طيب طب دايما يا جماعه العمليه الافتتاحيه لازم اطلع راس المال بتاعي، مش انا لسه فاتح الشغل. هل هنا بص لي كده على الحسابات اللي عندك على البورد، فيها رأس المال؟ فيها حساب اسمه حساب رأس المال؟ طب اجيب رأس المال منين؟ إيه؟ والله بصوا افتكروا كده، رأس المال اللي هو حقوق ملكية عنده، مش كانت الأصول بتساوي الخصوم أو الالتزامات زائد حقوق ملكية؟ مش دي المعادلة بتاعة المحاضرة اللي فاتت؟ تبقى حقوق الملكية بتساوي إيه؟ الرياضة بقى يعني. كان طيب الاصول كانت بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه، بالرياضه تبقى حقوق الملكيه بتساوي ايه؟ اصول ناقص خصوم. طبعا اهو حقوق الملكيه هتطلع بتساوي الاصول، وادي الخصوم هنا بالموجب تروح هناك جنب الاصول بالسالب. يعني من الاخر حق الملكيه راس المال بيساوي اللي ليا اللي هي الاصول ناقص اللي عليا اللي هي الخصوم. خلصت. ما هو فعلا الحق الملكيه بتاعي في الشغل بيساوي الحاجات اللي ليا ناقص الحاجات اللي عليا. طيب خلاص اجيب من هنا راس المال، ادام راس المال عندي مش مظبوط. طيب راس مالي هنا هيساوي ايه بقى؟ زائد ايه ولا ايه ناقص ايه؟ والله راس مالي هيساوي، جمع لي الاصول، هيساوي الخزينه زائد بنك فيصل، كل دي اصول، زائد المدينون الناس اللي عليهم فلوس، ما هي اصول، زائد اوراق القبض، ما هي اصول. طيب في هنا خصوم او التزامات؟ الدائنون الناس اللي لهم فلوس انا ملتزم ان انا ارجعها، يبقى دي التزامات خصوم. دي تتطرح، يعني هيبقى ها الناس معايا، فين الاصول هنا؟ خزينة، بنك، مدينون، اوراق قبض، دائنون، اوراق قبض بس، تمام؟ خزينة، بنك، مدينون، اوراق قبض، كل دي ممتلكات، الدائنون التزامات. خلاص نجمع 76,000، 120,000، 70,000، 11,000 ناقص الالتزامات ال 150,000، طلع رأس المال هنا أو الحقوق الملكية 127,000 جنيه. خلصت معاك الحسابات كلها، تعال انقلها في المستند الأصلي. دي بقى اسمها اللي احنا بنعمله ده هنا، دي اسمها تسويدة، يعني دفتر مسودة، تقعد بقى تكتب انت فيه كده، ملوش أي لازمة طبعا، وما بي يعني ما بنعنوش معانا ولا حاجه، دفتر مسوده، ورقه بره كده بتقعد انت تحل فيها وتعمل فيها، وبعد كده تنقل الكلام ده في الشغل. طيب طيب دلوقتي يا جماعه انا اعمل ايه؟ معاك كام حساب؟ روح انقلهم بقى.
انقل الكلام ده كده كله، خزينه ب 76000، بنك فيصل ب 120، مدينون ب 70، اوراق قبض ب 111، دائنون الاسلاميه ب 150، راس المال ب 127. تعال شوف انا هروح فين. ده سند قد اليوميه، اسف، ده فين حافظه السندات اللي بننقل فيها الاول. مش احنا قلنا دي عمليه ماليه حصلت اللي فاتت دي اسمها عمليه اللي هو قيد افتتاحي، لسه فاتح الشغل وبثبت راس مالي. طيب ما ينفعش اروح اسجل قيد يوميه، لازم العمليه الماليه تروح لي الاول على مستند اصلي، تثبت في ورق فاتوره مستند. المستند الاصلي الخاص بالقيد الافتتاحي اسمه مستند قيد افتتاحي او حافظه سندات. طيب رقم واحد، التسلسل رقم واحد. طيب اسم الحساب المبلغ بالجنيه المصري، انقلهم يا جماعة. هي بس انا عايز اثبت الكلام ده، الخزينة 76000، النقدية في بنك فيصل 120، المدينون ب 70، اوراق القبض ب 11، الدائنون ب 150، ورأس المال اللي احنا جبناه ب 127000. اللي الناس اللي معرفتش رأس المال جه منين، رأس المال بيساوي الاصول ناقص الخصوم. طب استاذ مسعود انت كنت معايا المحاضرة اللي فاتت؟ طيب دلوقتي رأس المال ما كانش موجود. رأس المال اللي هو بيساوي الأصول ناقص الخصوم، يعني رأس المال بيساوي اللي ليا ناقص اللي عليا. منطقي ولا مش منطقي؟ أنا في أي شغل روح شوف الأصول اللي عندك بكام، الممتلكات اللي عندك بكام، اطرح منها الالتزامات اللي عليك، الحاجات اللي عليك، كده جبت الصافي بتاعي، الحق الملكية بتاعي. طيب انا اهو دي الحسابات اللي عندي، عايز اطلع راس مالي بيساوي ايه. ما انت ما تقوليش ان راس المال بيساوي كل دول، ازاي؟ ده في حاجات هنا ليا وفي حاجات عليا. طيب ما انت تجمع الحاجات الاصول اللي ليك واطرح منها الخصوم اللي عليك. فين الاصول اللي هنا؟ خزنه، بنك، مدينون، اوراق القبض، الخزنه الفلوس اللي معايا، البنك الفلوس اللي في البنك، المدينون الناس اللي عليهم فلوس، ما هو دي فلوس ليا في السوق يعني ممتلك، اوراق القبض الناس اللي عليهم فلوس وهقبض منهم، بس وصولات امانه، عباره عن شويه وصولات امانه كده معايا على ناس زي المدينون بس اثبات كتابي. طب ما دي برضو فلوس ليا في السوق اهي، يعتبر ممتلك. طب ما كل دول اصول اروح اجمعهم. طب الدائنون ممتلك، الدائنون دي الناس اللي ليهم فلوس، ده ناس المفروض ادفع لهم فلوس، ليهم فلوس. ادام ناس لهم فلوس يا جماعه يطرح، يعني اجمع كل دول واطرح منهم الدائنون. طلعت هنا راس المال ال 127000 جنيه. ايوه. طيب بعد كده اروح انقلهم، قلنا لازم تنقلهم في مستند اصلي، فاتوره، ورقه، رقم مستنداتك في الصوت، في الرقم مستنداتك في كل نوع مستند لازم تبتدي من واحد وتمشي تسلسل، يعني المبيعات تبقى ماشية من واحد للتسلسل، المشتريات من واحد للتسلسل، تمام، حافظات السندات من واحد وماشي تسلسل هكذا. طيب حافظة سندات مستند قيد افتتاحي رقم، ده أول حاجة، واحد اسم الحساب، انقل لي الحسابات كلها والمبالغ بتاعتها قدامها بما فيهم رأس المال اللي احنا استنتجناه. فيها كده مشكلة؟ ده كده عملنا المستند الأصلي. أسألك سؤال، تكتب طبعا اسمك تحت كمحاسب. طيب هو أنا بعد ما أعمل المستند الأصلي المفروض أروح فين؟ يعني المفروض أعمل إيه؟ افتكروا الدورة المحاسبية بتاعت المرة اللي فاتت، عملية مالية بتحصل، أسجلها في مستند أصلي. أيوة، أروح أسجلها في دفتر اليومية. طيب طبعا راح دفتر اليومية في شكل قيد مزدوج. طيب بس انا مش هنقل في دفتر اليومية، لسه في مستند اصلي تاني. هتقول لي مفيش عملية تانية حصلت، ده هي دي العملية فقط. بص بقى، ما هو المستند الاصلي العملية المالية بتحصل بسجلها في مستند اصلي، بعد كده بس بجمع المستندات الاصلية كلها اللي حصلت في اليوم واسجلها في مستند اصلي اسمه سند قيد يومية. بعد كده بقى سند قيد اليومية ده بيساوي تجميع للمستندات الأصلية كلها، أسجل من سند قيد اليومية لدفتر اليومية تاني. أنا لو في اليوم حصل عندي 10 عمليات مالية،
مش كل عملية مالية هتتسجل في مستند، صح ولا لأ؟ طبعا عندي 10 عمليات مالية حصلت، يبقى أنا دلوقتي عندي 10 مستندات أصلية. طيب ما ينفعش إن أنا أسجل من دفتر يومية بالعشرة على طول، أمال أعمل إيه؟ هو ينفع، ينفع، آسف، مش ما ينفعش، ينفع، بس أنا بجيب لكم الطريقة اللي أنا اشتغلت بيها والطريقة الأفضل. طيب أنا ال10 مستندات دول اروح اسجلهم في مستند اصلي واحد. المستند الاصلي الواحد ده اسمه سند قيد اليومية. المفروض دلوقتي بقى معايا من 10 مستندات اصلية بقى معايا مستند اصلي واحد فقط لا غير، اسمه سند قيد اليومية، حتى اسمه شبيه بدفتر اليومية. اروح انقل بقى من سند قيد اليومية، انقله فين؟ نكمل في دفتر اليومية. يبقى سؤال هنا، سند قيد اليومية هل هو دفتر أم مستند؟ طبعا مستند مش دفتر، هو مستند مجموع فيه جميع المستندات بتاعة اليوم. طب أنت عارف إن سند قيد اليومية ده زي دفتر اليومية بالظبط، بس عبارة عن ورقة، يعني هتكتب فيه قيد مزدوج بس، مدين، داين، البيان، رقم المستند، التاريخ، خلص. وبعد كده تقوم ناقل القيد اللي عندك في المستند تنقله على طول على دفتر يومي، مش هنعمل حاجة. طب بص بقى، ما تيجي يلا نعمل القيد للعملية الجميلة دي. طبعا انت بتحل بره كده الاول في مسودة زي ما احنا كنا بنعمل، تحل في مسودنا وبعد كده يبقى ايه، نبقى نحل. طيب يلا يا جماعة، أنا دلوقتي دي عملية مالية اللي حصلت أهي قدامي، أهو الحسابات كلها اللي معايا أهي، عايز أسجلها في قيد. طيب مش أنا الموضوع اللي عندي ده قدامي كله في إيه؟ ده في أصول أهو، 1 2 3 4 4 أصول، وفي التزامات، وفي رأس المال اللي هو تابع لحقوق الملكية. مين المدين ومين الداين اللي فيهم على حسب المعادلة؟ والله الأصول مدين، يعني خزنة، بنك، مدينون، أوراق قبض مدين، صح ولا لأ؟ طيب الدائنون دائن، طب رأس المال دائن، جميل أوي، يعني المفروض أسجل الأصول كلها في المدين والدائنون ورأس المال أحطهم في الدائن، كلام منطقي جدا. طيب هل في حاجة نقصت؟ تعالى كده نشوف الخزنة والبنك. والله انا امبارح لسه قبل ما اتكلم ما كانش فيه لا عندنا لا خزنة ولا كان عندنا بنك، يعني كانوا صفر، دلوقتي زادوا طبعا من صفر ل 76000 ل 120000. المدينون والله الشركة ما كانش فيها مدينون خالص، دلوقتي من صفر ل 70000. اوراق القبض والله ما كانش فيه اوراق قبض، زادت، يبقى الاصول كلها زادت، يبقى الاصول كلها تتحط مدين. طيب الدائنون، هي الشركة كان ليها فلوس لحد، الشركة كان عليها فلوس لحد، أو الإسلامية دي كان، إحنا كنا لسه صفر، ما كانش فيه كيان للشركة أصلا، مرة واحدة بقى فيه دائنون ب 150000. آه يعني الدائنون بقت كانت صفر ومرة واحدة بقت 150000، يبقى الدائنون زادت، يبقى تفضل دائن زي ما هي. طب رأس المال، هو كان فيه رأس مال للشركة أصلا من ساعة كده؟ ما كانش فيه رأس مال للشركة، يعني كان رأس مال صفر، دلوقتي رأس المال بقى 127000، يبقى رأس المال زاد، يبقى يفضل داين زي ما هو. الحسابات دي بالكامل زادت، القيد الافتتاحي يا جماعة كل الحسابات بتزيد، يبقى القيد الافتتاحي شوف بس طبيعة كل حساب فين وتقوم حاطه وخلاص. على فكرة الكلام اللي بقوله لكم ده يعني ايه، انتوا بعد كده لما يجي لكم قيد افتتاحي نفس الكلام، خلاص الموضوع انتهى، احنا بنفكر فيه مرة واحدة، حلته مرة واحدة، القيد انتهى. يبقى دلوقتي يا شباب انا معايا الاصول كلها احطها في المدين، الخزنة، البنك، المدينون، أوراق القبض نحطهم في المدين، الدائنون دي دائن تحطها في الدائن، رأس المال دائن حطه في الدائن. شكرا. جمع الكلام ده في سند قيد اليومية. سند قيد اليومية المستند الأصلي الكبير بتاعي، المستند الأصلي الأب بتاعي، تمام. لازمته إيه؟ والله أنا بجيب المستندات الأصلية كلها بتاعة اليوم
واقوم رايح ناقل الكلام اللي فيها في شكل قيد مزدوج اهو عادي خالص زي دفتر اليوميه، واقوم كاتبه في الورقه دي. وهقول لكم بعد كده هنعمل ايه. طب ما يلا اعمل الكلام ده. ادي الطواش المستحضرات التجميل سند قيد يوميه. ده السند رقم كام؟ كان في سند قيد قبل ده؟ لا طبعا، ده زي اول سند قيد. ما انت ما تقوليش الورقه اللي فاتت دي حافظه سندات، ده نوع تاني خالص. كل نوع بيترقم بالتسلسل الخاص بيه، تمام؟ طيب ادي سند قيد اليوميه اول سند. التاريخ كام بتاع العمليه؟ والله احنا بدانا شغلنا يوم 1/1/2012. شكل السند القيد اهو، اكتب في البيان دفتر يوميه، دفتر يوميه طبيعي خالص، اكتب في البيان اهو. يلا مش احنا قلنا نجيب الاصول مدين من حساب الخزنه، من حساب بنك فيصل، من حساب مدينون الهدى، من حساب اوراق القبض، كل دول جم في المدين، واجي اكتب قدامهم ارقامهم عادي خالص. جه في الدائن الدائنون ورأس المال، هتنقل عادي اهو دائنون الى حساب الدائنون والى حساب رأس المال، كل واحد قدام رقم. طيب رقم المستند الاصلي اللي انت ناقل منه، مش احنا ناقلين من حافظة السندات رقم واحد اهو، حافظة السندات مش دي اللي احنا ناقلين منها اصلا كانت رقم كام؟ كانت رقم واحد. خلاص انقل اهو حافظة السندات رقم واحد، ده رقم المستند الاصلي. رقم صفحة اليومية اللي انا هنقل عليه طبعا هيبقى اول صفحة طبعا يعني. طيب والمحاسب محمود الطواش، اعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي كل اللي انا هعمله ده سند قيد اليومية بتاع عمليات يوم 1/1 بالكامل، تتدبس معاه كل المستندات الأصلية بتاعت اليوم. أنا عندي كم مستند أصلي لليوم؟ كم عملية حصلت اليوم؟ الناس نامت ولا إيه؟ كم عملية حصلت النهاردة؟ واحدة. اللي هي سجلناها فين؟ سجلناها في حافظة السندات، القيد الافتتاحي. يعني ده مستند واحد، أقوم جايبه وأقوم مدبسه في سند قيد اليومية. تمام، هات الصفحة بتاعت سند قيد اليومية وتقوم حاطط وراها حافظة السندات، أو إن شاء الله يبقى 20 مستند بتاع النهاردة، وتقوم مدبسهم في بعض. وقبل ما تروح تعينهم بنقل قيد اليومية ده في دفتر اليومية. بعد كده طب نقلت قيد اليومية في دفتر اليومية أعمل إيه بقى؟ شايف مش ده سند القيد اليومية متدبس معاه كل المستندات؟ تقوم رايح عينه في فايل، تجيب فايل عندك في الشغل تسميه سجل المستندات الأصلية. السجل ده والله تلاقي فيه بقى ايه، سند قيد اليومية رقم واحد بتاع النهاردة متدبس فيه ايه، مستندات ومتعان. تلاقي بعد كده سند قيد يومية رقم اتنين متدبس فيه مستندات ومتعان، وبالترتيب كده اهو. سند قيد رقم ثلاثة ومتدبس فيه المستندات الخاصة باليوم كله ومتعان، هكذا. ده بنسميه سجل المستندات الأصلية. عشان لو عايز أرجع في مرة للفواتير المستندات الأصلية ترجع لها بسهولة قوي، ترجع لها بسهولة. ده كل المستندات متدبسة في سند القيد بتاعها ومعاها القيد اليومية بتاعها. عشان كده هو ده لازمة سند قيد اليومية. ناس تتساءل هو ليه أنا يعني قمت رايح كاتب قيد يومية هنا وهروح أنقله تاني في دفتر يومية؟ ده عشان يبقى ترجمة وتجميع للمستندات الأصلية بتاعت اليوم الواحد. وبعد كده خلاص لخصت على نفسي اروح انقل الكلام ده في الدفاتر بقى. طيب دلوقتي قبل ما هنروح، احنا دلوقتي مسكنا سند قيد اليومية ده دبسنا فيه المستندات الاصلية بتاعته اللي هو ما كانش عندنا غير حافظة السندات او مستند القيد الافتتاحي، دبسناهم في بعض وبقى في وشنا على طول سند قيد اليومية. قبل ما اروح اعينه هنعمل حاجة حلوة، لازم اروح انقل القيد ده في دفتر اليومية. قبل ما اروح انقل القيد ده بقى في دفتر اليومية نريح 5 دقايق. عموما ده شكل دفتر اليومية. طيب هنريح انا 5 دقايق واجي، بس هاجي طبعا يعني مش هبدأ على طول، هنتكلم شوية 5 دقايق كمان وبعد كده نبتدي. فريحوا دلوقتي بقى 5 دقايق وراجع تاني بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. طيب يلا نكمل. وقفنا عند دفتر اليومية. طيب دفتر اليومية زي ما احنا شايفين كده قدامنا، بص طبعا دفتر يومية هيتاخد بالانجليزي عشان كده يبقى لمينا المصطلحات لغة انجليزية ولغة عربية. قبل ما هنعين سنة قيد اليومية بالمستندات الأصلية بتاعته في السجل المستندات الأصلية، لازم نكتب قيد اليومية اللي فيه ننقله تاني في دفتر بقى اليومية ونشتغل بقى بعد كده دفاتر. طيب أولا الدفتر ده لغاية هنا شايفين كده معايا، لغاية السهم ده لغاية هنا كده ده دفتر يومي، لغاية هنا دفتر يومي، يعني دول كده دفتر يومي، ده يومية عامة. أمال الباقي ده إيه؟ ده أستاذ مساعد، يعني الدفتر ده 2 في 1، يومية عامة وأستاذ مساعد. طيب دي طريقة يا جماعة الأمريكية، في عندي كذا طريقة. الطريقة الإيطالية أبسط حاجة، فيها يومية عامة بس، يعني الطريقة الإيطالية المفروض أسجل كده بس، دي الطريقة الإيطالية مفيش عندي أستاذ مساعد. وبعد كده في عندي الأستاذ العام بقى، مش احنا بننقل دايما في مراحل الدورة المحاسبية من الأستاذ من اليومية العامة للأستاذ العام. طيب يعني أدي اليومية العامة وأقوم رايح ناقل في دفتر تاني اسمه الأستاذ العام. إما في الطريقة الأمريكية يومية عامة زائد أستاذ مساعد وأقوم رايح ناقل في الأستاذ العام. طيب طبعا احنا هنشتغل على اليومية العامة لأنها ناس كتير تشوف إنها الأفضل وأنا شايف إنها الأفضل، غير كده هي الطريقة الدارجة أو الطريقة المتعارف عليها دايما في الشغل. طيب تعال نقرا الاول المصطلحات ونترجمها نعرف. ده دفتر يومية طبعا، بنبتدي بقى من الشمال، ديبت مدين، واكتب هنا اسم الحساب المدين. كريدت دائن، واكتب هنا اسم الحساب الدائم. ديبت كريدت، ديبت مدين، كريدت دائم. اماونت المبلغ، مبالغ الحسابات المدينة والدائم. ديتيلز البيان، اكتب هنا اي حاجة عايز اكتبها. دوكمنت نمبر رقم المستند، دوكمنت نمبر رقم المستند، واقصد هنا رقم المستند الاصلي اللي انا ناقل منه. انتري نمبر، انتري يعني قيد، رقم القيد، هو ده القيد الاول ولا القيد الثاني ولا القيد الثالث. انتري دوكمنت نمبر رقم مستند القيد، انتري يعني قيد، دوكمنت يعني مستند، يبقى انتري دوكمنت نمبر رقم مستند القيد او سند القيد. سند القيد اللي هو كان لامم لي المستندات الاصليه كلها. account number in ledger يعني رقم الحساب في دفتر الأستاذ، ledger يعني دفتر الأستاذ العام اللي هو اللي هنقل عليه بعد كده، يبقى account number in ledger رقم الحساب في دفتر الأستاذ العام. date تاريخ العملية. أمال الحاجات دي إيه؟ ده الأستاذ المساعد. دايما أي حاجة فيها أستاذ بنفتح حساب أو حته كده صفحه لكل حساب، بمعنى يعني انتوا شايفين القيد عندي كذا حساب اهو على بعض، حسابات مدينه وحسابات دين، امسك الكاش بس حساب واحد بس واقوم عامل له ايه صفحه لوحده او حساب حته لوحده. الكاش يجي مدين ديبت ويجي دائن كريدت، هكذا افتح كل حساب ديبت كريدت، افتح كل حساب ديبت كريدت. اتمنى تكونوا خدتوا كده فكرة عامة عموما والمصطلحات.
اتفهمت، وهي مع التطبيق، لان احنا دايما هنطبق على دفتر اليوميه العام والاستاذ المساعد الامريكي باللغه الانجليزيه، فكده كده مع التطبيق هنعرف المصطلحات وهتحفظها، مفيش اي مشكله. طيب الاستاذ المساعد هنوصل له تاني، بس ننقل بس في الاستاذ العام في اليوميه العامه. طيب ما الاول ننقل، هي عمليه نقل يا جماعه فقط لا غير. طب انا بنقل من ايه؟ من سند القيد اهو. طيب تعالوا كده معايا يلا عشان ننقل من حساب الخزنه ومن حساب بنك فيصل والمدينون واوراق القبض، صح؟ الحاجات دي كلها مدين تروح تتكتب في المدين في دفتر اليوميه. الدائنون ورأس المال دائن، تروح تتكتب دائن في دفتر اليوميه. يلا الخزنه كانت مدين صح اهو، كاش كاش يعني الخزنه نقلتها في الديبت. طب افتكر انا تاني بقى، طبعا انت بتكون فاتح قدامك سند القيد حاطه قدامك كده والدفتر اليوميه قدامك، فبتنقل عادي خالص. طيب تاني حساب مدين كان بنك اهو، حطيته برضو في المدين فيصل بنك. شوف قدام بكتب الاماونت اهو، الكاش خزينه كانت ب 76000، فيصل بنك كانت ب 120000. طيب ثالث حساب كان المدينون وكان في المدين، اختصار للمدينون، ودلوقتي هناخد اللفظ كامل، اختصار للمدينون AR. AR يعني A accounts حسابات، R receivable واجبة التحصيل او مدينة. اي حاجة فيها كلمة receivable يعني مدينة. AR مدينون، كانت المدينون اكتب في الاماونت 70000. باقي اخر حاجة اوراق القبض وكان في المدين، اهي اوراق القبض اختصار ان ار، ان نوتس اوراق، ار ريسيفابل مدينه برضو، قبض واجبه التحصيل، ان ار اوراق القبض، وكان مبلغ اوراق القبض 11000. بعد كده كان عندي حسابين في الدائن اهو، ده سند القيد، حسابين في الدائن، الدائنون وراس المال. والله الدائنون اختصار بتاعها اهي، شوف خلي بالك انا هكتب دلوقتي في الكريدت بقى الدائن، اي بي اكونتس بيبل، اكونتس حسابات بيبل واجبة الدفع، يعني دائنون ناس ليهم فلوس هدفع لهم، اي بي الدائنون، واكتب في الاماونت 150000 جنيه كابيتال رأس المال، واكتب في الاماونت المبلغ 127000 جنيه. لو تلاحظ قدام المدينون اي ار قمت كاتب في الديتيلز في البيان الهدى، يعني اسم الراجل اللي عليه فلوس الهدى. قدام الاي بي اللي هي الدائنون كتبت الاسلاميه، ناقل زي ما انا في الديتيلز الاسلاميه الناس اللي ليهم فلوس. في الاول في بدايه البيان كتبت beginning entry، قيد افتتاحي، يعني البيان بتاع القيد ده اسمه ايه؟ قيد افتتاحي. حد له سؤال في الحته دي؟ طيب دوكيمنت نمبر يعني رقم المستند. طب ما ترجع شوف انا بنقل من ايه، انا بنقل من سند القيد. بص كده رقم المستند الاصلي واحد، اللي هو كان حافظه السندات رقم واحد. طب ما تروح تنقل الكلام ده رقم المستند الاصلي دوكيمنت نمبر 1. انتري نمبر ده قيد انهي رقم كام؟ ده اول قيد كاتبه يبقى 1. انتري دوكيمنت نمبر رقم سند القيد، انا ناقل سند القيد، سند قيد يوميه رقم واحد. الفرق بين سند القيد والمستند الاصلي اللي هو كان عندنا حافظه السندات، ها ايه الفرق بين سند القيد وحافظه السندات؟ حافظة السندات ده المستند الأصلي اللي هو بيعبر لي عن العملية المالية اللي حصلت، اللي هو كان قيد افتتاحي. إما سند قيد اليومية فده المستند الأصلي الكبير اللي هجمع تحته كل المستندات الأصلية للعمليات المالية اللي حصلت في التاريخ معين، يعني حصل 10 عمليات مالية، 10 مستندات، اقوم راح مجمعهم في مستند واحد اصلي اللي هو سند قيد اليومية. طيب انتري نمبر 1
entry document number رقم مستند القيد او رقم سند القيد كان واحد، account number in ledger رقم الحساب في دفتر الاستاذ. ما انا مش هكتب هنا الا لما اروح انقل في دفتر الاستاذ، وانا لسه فتحت دفتر الاستاذ عارف شكل الحسابات هناك عامل ازاي او ارقام الحسابات، ما اعرفش. خلاص ما تكتبش حاجه هنا لما تروح تنقل. date تاريخ، والله انا برجع اهو، رقم سنه قومي، رقم سنه قيد رقم واحد، تاريخ 1/1/2012، يبقى date 1/1/2012. خلصنا كده اليوميه العامه. طيب نروح بقى دلوقتي بعد ما كتبنا اليومية العامة، نروح للأستاذ المساعد. الأستاذ يا جماعة، أي دفتر أستاذ سواء مساعد أو عام بتبقى الفكرة بتاعته، عايزكم تركزوا معايا قوي في الحتة دي، ان انت بتنقل من دفتر اليومية العام للأساتذة سواء مساعد او عام. طبعا بتنقل مساعد الاول بعد كده عام. طيب فأنا عندي دايما القيود اليومية في اليومية العامة، تمام، بتبقى كذا حساب اهو. انا عندي 4 حسابات مدينة وحسابين دائنين. انا في دفتر الاستاذ العام يا جماعه او دفتر الاستاذ المساعد همسك كل حساب وافتح له صفحه لوحده، همسك كل حساب وافتح له صفحه لوحده عشان اجيب الرصيد بتاعه في الاخر. قلنا احنا مرحله ترحيل وترصيد، برحل الحسابات من دفتر اليوميه واطلع رصيدها في دفتر الاستاذ سواء مساعد او عام. طيب فهمتوا كده الفرق بين دفتر اليوميه ودفتر الاستاذ؟ طب ليه؟ لان اليوميه انا عندي هنا في القيد الاولاني كاش، ما عنديش هنا قيد تاني، لسه احنا في الاول. طب ما افرض هنا مثلا الكاش كان متكرره مره معايا في القيد الاولاني ومره معايا في القيد التاني ومره معايا في القيد التالت ومره معايا في القيد الرابع، عشان كده انا بعمل لها صفحه لوحدها، جمعهم رحل كل حاجه تخص الكاش في الصفحه بتاعتها واطلع الكاش، مره يجي مدين ومره يجي دايم، تطرحهم من بعض اجيب الرصيد وهكذا. يعني في القيد الاولاني انا حصلت فلوس 76000، في القيد الثاني دفعت فلوس 70000، يبقى باقي معايا كام؟ ها، حصلت فلوس ب 76000، دفعت فلوس 70000، باقي معايا كام؟ 6000 جنيه. جميل. طب خلاص كده، ما هو شفت العمليه اللي انا قلتها لك شفوي دي، هي دي اللي بيعملها دفتر الاستاذ العام. المساعد بيعمل حاجه شبيهه، بيجمع لي بس الحسابات. طب ايه الفرق بقى بين دفتر استاذ مساعد ودفتر استاذ عام؟ بص، دفتر الاستاذ العام بمسك افتح صفحه واحده لكل حساب، اما دفتر الاستاذ المساعد بيساعدني ازاي؟ اولا بجمع الحسابات، مثلا امسك لي حسابين ثلاثه واقوم فاتح لهم ايه، حساب هنا في الاستاذ المساعد. اما دفتر الاستاذ العام بيبقى تفصيلي تفصيلي تفصيلي، بمعنى بقى الكشف في الاستاذ العام اللي بعد كده هيتعمل له صفحه لوحده، البنك هيتعمل له صفحه لوحده. طب خلي بالك بقى الاستاذ المساعد هنا عامل ايه؟ والله انا هحط الكشف مع البنك، مش كلهم فلوس، دي فلوس في البنك ودي فلوس عندي، حطهم مع بعض واقول عليها السيوله بتاعتي اللي موجوده اهي، الكاش اسيتس، كل الفلوس اللي عندي سواء في البنك او الخزنه. يعني دي الاستاذ المساعد بيانات اجماليه تجميعيه، والاستاذ العام بيانات تفصيليه. طب ده يفيد في ايه؟ والله صاحب الشغل طلب مننا اعرف لي كده السيوله اللي معانا كلها كام، تمام، السيوله كلها، الفلوس اللي بالبنك، اي فلوس بقى اللي في البنك وفي اللي في الخزنه، اقوم من غير ما اقعد اجمع واعمل، انا اقوم فاتح الاستاذ العام الاستاذ المساعد اهو، ابص عرفت اهو. طيب اعرف لي الخزنه لوحدها فيها كام، تقوم رايح فاتح الاستاذ العام الثاني بقى، تقوم شايف لي صفحه الخزنه فيها كام، وهكذا يا جماعه. فهو ده فرق من الفروقات. طيب عندي الاستاذ المساعد. طيب تعالوا دلوقتي ننقل على الاستاذ العام. الاستاذ العام يا جماعه عمليه نقل، الاستاذ المساعد اسف عمليه نقل مش اكتر. ازاي؟
تعال اول نجمع الحسابات كده، يعني هنشوف ايه كل حساب هنفتح له ايه في الاستاذ المساعد. بمعنى الكاش، لا ما تفتحلهاش حساب لوحدها، لملي كده. ويا جماعه في حاجات هتبان، في حاجات هتبان كمان مع الشغل العملي، مش لازم، احنا مش عايزين استعجال ان كل واحد عايز يعرف كل حاجه في لحظتها، مستحيل. بنعرف كلمه، بنعرف كلمتين، بعد كده هيبان لك الموضوع، ليه الفرق بين ده وده، وليه انا بعمل كده وليه بعمل كده مع الشغل العملي. طيب الكاش والبيصل بنك، احنا عايزين هنا بيانات اجماليه، اصلا الخانات مش هتكفي في الواقع، الدفتر بيبقى 32 خانه بالكتير، فالخانات مش هتكفي كل الحسابات اللي عندي، هات بيانات اجماليه. كاش وفيصل بنك، مش الاثنين دولت فلوس، خلاص هروح افتح لهم مع بعض حساب هسميه كاش اسيتس. اسيتس يعني اصول، كاش يعني خزنه او نقديه، يعني اصول نقديه، كاش اسيتس اصول نقديه. طيب خلاص الاصول النقديه انقل. طب انا بعمل ايه هنا؟ طب ما كل حساب هنا عباره عن ديبت وكريدت، مدين ودايم. طب اجيب منين هنا المدين او الدايم؟ ما تروح تبص في القيد، يعني هنا الكاش كان مدين ولا داين يا جماعه؟ الكاش كان ديبت، اهو ديبت، يعني الكاش ال 76000 كانوا مدين. شوف امشي كده زي ما انا ماشي اهو، نقلت في الديبت تحت الكاش اسيتس. طيب انا هنا كمان بقول كاش اسيتس، طب ما تجيب البنك كمان معايا اهو. فيصل بنك كان ديبت، كان مدين ب 120000 جنيه، هاته زي ما هو اهو، 120000 جنيه قصاده، انقل اهو في الديبت زي ما كان فيصل بنك ديبت، وانقله اهو في الكاش اسيتس. خلصت، هو ده الاستاذ المساعد. طيب انا نقلت الاثنين دول، طب ما تيجي تشوف بعد كده ايه ار، ايه ار اللي هي الحسابات المدينه او المدينون، لا دي اتفتح لها حساب لوحده. شوف بقى الاي ار اختصار لايه، اكونتس ريسيفابل، اكونتس ريسيفابل، اي ار اكونتس حسابات ريسيفابل مدينه، حسابات مدينه. طب الحسابات المدينه خلاص انا قلت يا جماعه ننقلها لوحدها، ايه المشكله؟ ادي الاي ار، الاي ار هنا جايه ديبت ولا كريدت؟ جايه ديبت، مدينه اهي، بكام؟ ب 70000 جنيه، تفضل ماشي قصادها اهو لغايه ما توصل لحد الاكونتس ريسيفابل، احط هنا كام في الديبت اهي زي ما هي 70000 جنيه. خلص، تعال على اللي بعده، شوف انا ماشي بالترتيب. ان ار، ان ار نوتس ريسيفابل، يعني اوراق القبض اهو، فتحت خانه للنوتس ريسيفابل وقسمتها ديبت وكريدت. طب ما تروح تشوف النوتس ريسيفابل كانت كام؟ والله النوتس ريسيفابل 11000 وكانت موجوده في الديبت يعني في المدين. افضل ماشي اهو 11000 واروح قصادها بايدك كده، تقوم رايح قصادها لغايه النوتس ريسيفابل، واقوم كاتب اهو 11000 في المدين. طيب لسه ايه تاني؟ لسه عندي حسابين دائنين اهم، اهم كريدت كريدت، يعني الارقام هتروح في الدائن. ايه هما الحسابين الدائنين؟ اي بي وكابيتال، اي بي وكابيتال. طيب الصفحه خلصت، ما هو المفروض اصلا الصفحه دي بيبقى قصادها ملزوق صفحه تانية التكمله بتاعت الاستاذ العام، الاستاذ المساعد اهو زي ما احنا شايفين يا جماعه. طب الصفحه التانية دي عباره عن ايه؟ مفيش بقى فيها يوميه، كلها متقسمه هي حسابات استاذ مساعد، حسابات استاذ مساعد، حسابات استاذ مساعد. طيب باقي كان عندنا ايه؟ كان باقي عندنا الاي بي، المفروض بقى الصفحتين بيبقوا قصاد بعض، كان باقي عندنا الاي بي، مش الاي بي كانت كريدت كانت دائن اهو يا جماعه، تنقل قدامها، هي الاي بي كانت في نفس الحزه، او ممكن عادي لو نقلت يعني في صف تاني مفيش مشكله، 150000 في كريدت. باقي عندي الكابيتال، الكابيتال هل افتح له حساب هنا؟ لا، في خانه اخرانيه عملية نقل، في خانة أخرانية مكتوب عليها أكاونت الحساب، دي بتبقى معمولة كده للحسابات اللي ما بتتغيرش، الكابيتال ما بيتغيرش، هسيبه ثابت، مش هفتح له هنا خانة يا جماعة، لأنه هو مش هيجي مرة مدين ومرة دايم،
هو هيجي مره واحده في الدائن وخلاص، يبقى هقعد افتح له هنا حساب واسيبه كده طول عمره طول السنه مفتوح له حساب وعنده رقم هنا بس وخلاص ما بيحصلش اي تغيير عليه. فانت تحط هنا اكونت اكتب كابيتال، وهنا كريدت 127000 جه في الدائن. طيب ايه باقي ايه تاني عشان نخلص من الدفتر ده خالص؟ توتال، هات المجموع. لا المفروض رأس المال، المفروض رأس المال ثابت، الافضل يتساب ثابت، واي تغير بالمكسب او الخسارة او اي تغير بسحب من الشركاء او ايداع للشركاء بيروح في حاجة تانية اسمها الحساب الجاري، ورأس المال يتساب ثابت. ممكن اخفض او ازود رأس المال في حالة زيادة وتخفيض رأس المال، بس دي حالة يبقى فيها قرار إداري موضوع تاني، ولو حصل هيحصل مرة يعني برضه هفتح الحساب في الأستاذ المساعد عشان طول السنة يحصل عملية واحدة تغيير. الحسابات اللي مكتوبة هناك اهي، الحسابات اللي مكتوبة في الأكاونت ممكن تعمل عليها تغيير مرة أو مرتين بس، ما افتحش هنا حساب يتغير مرة أو مرتين بس. لو حساب مش هيتغير او هيتغير مره او مرتين تحطه في الاكونت. طيب دلوقتي هنجيب التوتال المجموع، اكتب في الديتيلز هنا توتال اهو، جمع لي بقى، امسك الكاش اسيتس الديبت 76 زائد 120 جبت التوتال 96 ريسيفابل، الديبت 40 ومفيش حاجه يبقى 70، لو كان في كريدت جمع النوتس ريسيفبل جمع الديبت وحط المبلغ، جمع كريدت وحط المبلغ، روح كمل في الدفتر التاني نفس الكلام هنا، ومفروض هنا نكتب المبلغ بس عشان اصلا خلاص هو ده التوتال انتهى يعني هو 150، وهنا اهو 127 مبلغ، وبحط تحته خط كده ولا اي حاجه. خلصنا كده، انت كده عملنا ايه؟ راجع كده على المراحل، راجع لي كده على المراحل. اول حاجه حصلت العمليه الماليه، رحت نقلتها في مستند اصلي، المستند الاصلي بتاعي كان قيد افتتاحي كان اسمه حافظه السندات، المفروض تجمع لي المستندات الاصليه كلها بتاعت اليوم في مستند اصلي واحد اسمه سند قيد يوميه، بيبقى زي دفتر اليوميه. قمت رايح جايب سند حافظه السندات، قمت حاططها دبستها في سند قيد اليوميه اللي مكتوب فيه ترجمه قيود اليوميه، ترجمه قيود اليوميه في المستندات الاصليه. قبل ما اعين المستند الاصلي، قبل ما اعين سند قيد اليوميه اللي هو مع مجموع المستندات الاصليه في السجل، اقوم رايح نقل القيود، رحت نقلتها فين؟ في اليوميه العامه والاستاذ المساعد. بعد ما بخلص بقى اليوميه العامه والاستاذ المساعد، المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انقل على الاستاذ العام. طيب كله كده معايا لغايه دلوقتي؟ حد له اي سؤال في اللي فات؟ ايوه طبعا استاذ، ما هو الاستاذ المساعد اهو هو في سكتي على طول، وبعد كده نجيب الاستاذ العام. طب دلوقتي احنا هننقل للاستاذ العام، سؤال هنقل للاستاذ العام من ايه؟ يعني هنقل من ايه بقى الاستاذ العام يعني؟ من المساعد واليوميه العامه. تمام. طب بصوا بقى، قبل الأستاذ العام عبارة عن اتنين، هو أستاذ عام واحد ماشي، بس قبل ما بنقل على الأستاذ العام بنقل على أستاذ مساعد تاني. طبعا دي كلها طرق اللي هي الطريقة الأمريكية، كان المفروض أصلا الطريقة الإيطالية اللي هي أبسطهم، أبسط شوية من كده. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا هو دفتر يومية عامة واحد ودفتر استاذ عام واحد والموضوع خلص. اما الطريقه الامريكيه هو فرق في ايه؟ استاذ عندي دفتر يوميه عامه واحد ومعاه استاذ مساعد، بعد كده عندي استاذ مساعد اسمه استاذ مساعد العملاء والموردين خاص بالمدينون والدائنون فقط، بعد كده بقى الاستاذ العام الكبير تاني. يبقى دلوقتي احنا شغال على الطريقه الامريكيه، الطريقه الايطاليه كانت كلها عام وخلاص، واحد يوميه عام واحد استاذ عام الموضوع خلص. اما الطريقه الامريكيه او الدفتر، او الدفتر هو اليوميه العامه
والاستاذ المساعد مع بعض. بعد كده المفروض انقل على الاستاذ، انقل على الاساتذه بقى. الاساتذه بقى التانيين عباره عن واحد استاذ للمدينون والدائنون، ده مساعد، وبعد كده واحد استاذ عام. الاستاذ العام يا جماعه اللي هو فيه صفحه لكل حساب في كل الحسابات، ده اسم الاستاذ العام. اما اي حاجه مساعده هتلاقيها خاصه بحاجه معينه. طيب على فكره دفتر الاستاذ المساعد مش بتاع اليومية بقى، اللي هو مساعد العملاء والموردين، اللي هو مساعد المدينون والدائنون، ده يا جماعة بيبقى عبارة عن نفس دفتر الأستاذ العام. أمال إيه الفرق؟ أستاذ مساعد عملاء وموردين، يعني أستاذ مساعد خاص بالمدينون والدائنون فقط لا غير، تمام كده؟ يعني ما نقلش فيه غير المدينون والدائنون، يبقى ده اسمه أستاذ عام بالله عليكم؟ ده ما يتنقلش فيه اصلا غير مدينون ودائنون فقط، يبقى دي حاجه مساعده. طب ليه؟ عشان يبقى ليا دفتر في الشغل كده، لما احب اجيب بيانات اجيب المدينون والدائنون، اه يبقى له دفتر تاني لوحده وبالتفصيل. يعني انا مثلا عندي يا جماعه 10 ناس مدينون و10 دائنون، في دفتر الاستاذ المساعد بتاع المدينون والدائنون تلاقي صفحه لكل مدين وصفحه لكل دائن. امال الاستاذ العام هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه بقى معلش صفحة بقى كاملة للمدينون كلهم على بعض العشرة، وصفحة كاملة للدائنون كلهم على بعض عشرة. الكلام كده واضح؟ أيوة، الإجمالي في الأستاذ العام، بس بعد كده المفروض التفصيل كله في العام، هيبان الكلام ده دلوقتي مع الشغل. طيب احنا آخر مرة وصلنا خلاص أهو، مش ده اللي احنا كده وصلنا له كلنا كنا فاهمينه؟ الأستاذ اليومية العامة والأستاذ المساعد. طب يلا ننقل على إيه دلوقتي؟ ننقل أستاذ عام؟ لأ، هننقل أستاذ مساعد عملاء وموردين، يعني ما تنقليش إلا أي واحد عميل، عميل يا جماعة راجل ببيع له بضاعة يعني عليه فلوس، يعني المدينون هم العملاء. موردين يعني راجل بيورد لي بضاعة، بيديني بضاعة. بيديني بضاعة يعني له فلوس عندي. يبقى الموردين هم الدائنون، يبقى المدينون مدينون اللي هم عليهم فلوس دولت العملاء الزباين، اما الدائنون اللي ليهم فلوس دولت الموردين اللي جم وردوا لي بضاعه ادوني بضاعه وما حسبتهمش، بقوا دائنون ليهم فلوس. طيب انا دلوقتي هنقل فين؟ في استاذ مساعد عملاء وموردين. طيب نقيلي كده هنا العملاء والموردين كاش ملهاش دعوة، اتصال بنك ملهاش دعوة، اي ار، اي ار دولة المدينون. انا بنقل يا جماعة، انقل من هنا من اليومية العامة عادي، ما هو كل ده دفتر واحد. اي ار اللي هم ايه؟ مدينون اللي هم العملاء. طب جميل اوي، طب ما يلا نروح ننقل، ايه المشكلة؟ افتح صفحة العملاء، هنا اسمهم ايه؟ اسمهم الهدى. اه افتح صفحة بقى في دفتر استاذ مساعد العملاء والموردين اهو. بصوا بقى حساب الهدى، رقم الحساب ده هناخده المحاضرة الجاية، جه منين الرقم ده؟ ده نظام دليل محاسبي وترميز. ادي حساب الهدى، شوف بقى الشكل بتاع دفتر الاستاذ، تاريخ بيان، تاريخ بكتب فيه تاريخ العملية، البيان هقول لكم هنكتب فيه ايه، رقم المستند اللي انا ناقل منه، رقم صفحة اليومية اللي هنقل منها، مدين داين رصيد. طب ليه كده بقى؟ ماشي، يعني انت حساب الهدى، مش الهدى ده مدينون يا جماعة؟ يعني لو عليه فلوس احطه في خانة المدين، ولما بيسدد فلوس زي ما هناخد بعد كده بيتحط في خانة الدائن. طب الرصيد ده يعني ايه؟ يعني هو رقمه كام؟ يعني هو بقى عنده كام؟ الرصيد ده يا جماعة بيساوي عملية طرح من المدين والدائن بس. طيب تعال نشوف كده، ادي الاي ار الهدى، قمت رايح فاتح حساب اسمه حساب الهدى في دفتر استاذ مساعد العملاء والموردين. طيب تعالى كده، الهدى جالي في الاماونت 70000 صح؟ ال 70000 اللي جولي دول مدين ولا داين؟ لا ده ديبت مدين. طب ما هو كاتب 70000 فين؟ في المدين. يا جماعه كلها عمليات نقل، 70000 في المدين خلاص تمام.
طيب التاريخ 1/1/2012، روح انقله في خانة التاريخ. طيب رقم صفحة اليومية، دي صفحة اليومية رقم واحد عموما، دفتر اليومية ده كله رقم واحد، فروحت كتبت رقم واحد. رقم المستند ما تنقله من هنا، هو دوكيمنت نمبر، رقم المستند واحد، ايه المشكلة؟ بص بقى دلوقتي التاريخ اهو 1/1/2012، رقم المستند واحد، رقم صفحة اليومية واحد، المدين 70,000. لسه عندنا نشوف البيان جبناه منين والرصيد جبناه منين. البيان بقى بصوا يا جماعة، انا لما اجي اعمل حساب الاي ار اللي هو الهدى، بنقل رقم مين؟ بنقل رقم الايه، هدى، الهدى صح كده، اللي هو الاي ار، بعمل حساب الاي ار، انقل رقم الهدى اللي هو الاي ار. طب جميل، امال اكتب ايه في البيان؟ تكتب اللي قدامه. يعني انا بنقل حساب مدين، تقوم كاتب في البيان الحساب الدائن. انا بنقل حساب مدين، تكتب رقمه في المدين، واقوم كاتب في البيان اسم الحساب الدائن. طب تعالى هنا، لو انا بنقل الاي بي زي ما هنشوف دلوقتي اللي هو الاسلاميه، هنقل رقم الاسلاميه 150,000، وهكتب كام؟ اكتب ايه في البيان؟ هكتب الاسلاميه؟ لا، اكتب الحساب المدين بقى العكس. يعني تعالى نشوف حاله تطبيقيه، ادي الاي ار الهدى اهو، رقم 70,000 في الديبت في المدين، قمت رايح كاتب 70,000 في المدين. اكتب بقى هنا في البيان ايه؟ تعال انا كتبت المدين، اكتب لي في البيان الدائن كاسامي اي بي وكابيتال، صح؟ اكتر من حساب ما تكتبليش بقى هنا اي بي وكابيتال الى مذكورين، يعني في كذا حساب. يعني لما الرقم مدين اللي انا بنقله، الرقم اللي انا بنقله في خانة المدين، تلاقي في البيان اسم الحساب الدائن، الاثنين عكس بعض. طب ليه الكلام ده؟ لان ما ينفعش اكتب هنا الهدى. هو انا لو كتبت هنا الهدى انا استفدت ايه؟ يبقى انا ايه، في 70,000، ال 70,000 دي من الهدى؟ لا، 70,000 دي بسبب حاجه تانية. عايز اكتب اسم الحسابين اي بي وكابيتال، مفيش مشكله، اعرف ان الهدى دي جت بسبب ان ده بدايه راس مالي وان ده قيد افتتاحي، معنى ان وجود راس المال والاي بي يعني ده قيد افتتاحي، هتبان كمان اكتر بعد كده. طيب انا جبت منين بقى خانه الرصيد؟ بيتطرحوا من بعض، 70,000 ناقص صفر، مفيش حاجة دائن، بقى الرصيد 70,000. طيب سؤال، سؤال وركزوا كده معايا عشان احنا خلاص قربنا نخلص، باقي بالظبط هناخد 3 صفحات، 3 حسابات من دول. انا ليه هنا لما طرحت مدين 70,000 من الدائن صفر حطيت 70,000؟ يعني ليه انا ما مشيتش ان دي بالسالب مثلا؟ يعني انا طرحت المدين من الداين، اسف، طرحت الداين من المدين، ليه ما طرحتش المدين من الداين الكبير؟ لا لا لا، ايوه، عشان اصل الحساب مدين، عشان اصل الحساب مدين. بمعنى الهدى ده ايه؟ مش الهدى ده مدينون؟ يعني المفروض الحساب بتاعه يطلع مدين، عشان كده بطرح الدائن منه. طيب هنقول مش فاهمين حاجة، طب ما هو الحساب اللي بعد كده هيوضح. طب تعال نكمل، بصوا كده يا جماعة، لا فيها ممكن يطلع حساب بالسالب، معنى كده لو طلع حساب بالسالب يعني ايه؟ تعالوا كده هنا، هنا الهدى طلع عليها 70,000، يعني ايه يا جماعة؟ يعني الهدى عليها 70,000 جنيه. طب لو الهدى كان طالع هنا سالب 70,000، اتقلب الحساب، ما عادش مدين، بقى الهدى دائن، بقى الهدى ليها 70,000. ده معنى ان حساب يجي بالسالب. في حسابات ما تنفعش تيجي بالسالب زي الخزنه، الخزنه اصلا مدين، يبقى لازم الرصيد بتاعها يطلع مدين. ازاي الخزنه تطلع بالسالب؟ يعني ما فيهاش فلوس، يعني لو ما فيهاش فلوس تبقى صفر، إما إزاي تطلع سالب؟ تمام؟ في حسابات ممكن تيجي سالب، وسالب يعني اتقلبت طبيعتها، وحسابات ما ينفعش إنها تيجي سالب، لأن ما ينفعش تتقلب الطبيعة بتاعتها. في الرصيد ما ينفعش تتقلب الطبيعة بتاعتها كرصيد،
ولكن ينفع تتقلب الطبيعة بتاعتها كخيوط. الموضوع ده يا جماعة هيبان مع العملي، مع العملي يعني لما نكرر كتير ويقابلنا حالات كتير. احنا المرة دي يعني معلش، ادي دفتر الاستاذ عبارة عن سطر حاجة واحدة، لما تكرر ويبقى في ارقام هنا وارقام هنا وارقام هنا وارقام هنا وتشوف العملية ماشية ازاي هنفهم اكتر. ده اول يوم واول فواتير نعملها. طيب تاني حاجة، انا دلوقتي لسه فين؟ في الاستاذ مساعد العملاء والموردين. خلصت الاي ار، الان ار لا ده نوتس ريسيفابل، ده دي اوراق قبض ملهاش دعوه بالعملاء والموردين. طيب باقي الاي بي فقط اللي هي الاسلاميه، الاي بي موردين يعني دائنين. اروح افتح لها صفحه في دفتر استاذ مساعد العملاء والموردين في القسم بتاع الموردين اللي هو قسم الدائنون، الناس اللي لهم فلوس. طيب هيبقى شكل الصفحة ازاي؟ نفس شكل الصفحة بتاعة الهدى عادي خالص، مفيش أي مشاكل. يعني هيبقى بالشكل ده عادي، تاريخ، بيان، رقم مستند، رقم اليومية، مدين داين، رصيد. طب بص، أدي حساب الإسلامية. اروح انقل بقى، يلا يا جماعه التاريخ كان يوم 1/1/2012، سيبك من البيان دلوقتي وافهمك بكتبه ازاي. رقم المستند انا رحت انا بنقل ده منقول واحد، رقم صفحه اليوميه واحد. طب تعال ننقل بقى نشوف الارقام اللي هنا جت منين والبيان جه منين. الاي بي جه فين يا جماعه، داين ولا مدين؟ وجاي هنا كريدت، كريدت دائن اهو، اي بي دائن بكام؟ ب 150000. طب ما تروح بص بقى، هروح اكتب في خانه المبالغ الدائنه 150000، بس اكتب في البيان المدين اكتب لي دول. العكس بقى، ما احنا قايلينها، انا بنقل الاي بي اللي هو الاسلاميه هو دائن، اكتب لي رقمه في الدائن. طب بالبيان اكتب ايه؟ اكتب الاي بي؟ لا، اكتب بقى اللي قدام الدائن اللي هو المدين. ايوه، هتبقى بقى من مذكورين، هتبقى من كل دول. طب بص كده انا عملت ايه، يلا انقل، يلا الاي بي اكتب الاسلاميه 150000 جنيه واكتب قدامهم دول اهو. رحت كاتب 150000 فين دلوقتي؟ في الدائن. واقوم كاتب قدامها بقى ايه؟ انا كاتب دائن اهو هنا يا جماعه، دائن، يبقى اكتب هنا هتبقى المفروض هنا من مذكورين مش الى. الحته دي طبعا ايه؟ خطأ، هتبقى من مذكورين. او ممكن اكتب بقى من حساب، من حساب، من حساب، من، مفيش مشاكل. طيب بص بقى عمليه الطرح هنا، ركز بقى كده معايا. انا المره اللي فاتت طرحت مين من مين؟ قلت المدين ناقص الدائن. طب ما انا لو مشيت دي هنا هتطلع دي بالسالب، يعني لو قلت ان المدين صفر ناقص الدائن 150 هيطلع سالب 150. سؤال، ليه هنا ما عملتش كده؟ ليه ما طرحتش صفر ناقص 150 وطلعت هنا 150؟ عشان اصل الحساب، اصل الحساب ايه؟ اصل الحساب الاسلاميه ده دفتر استاذ الدائنون، الناس اللي ليهم فلوس. ادام الناس اللي ليهم فلوس يبقى المفروض ان انا اطرح الدائن ناقص المدين. شوف الاسلاميه ده ايه؟ ده دائن صح؟ يبقى الكبير هو الدائن واطرح منه المدين. اهو ادي الدائن 150، اطرح منهم الصفر، طلع الرصيد 150. اعرف دلوقتي ان الرصيد ده دائن ولا مدين؟ ايوه اعرف الرصيد. يعني بالظبط على حسب اصل الحساب بطرح، على حسب اصل الحساب. يعني لو اصل الحساب دائن يبقى دائن ناقص مدين، لو اصل الحساب مدين يبقى مدين ناقص دائن. ماليش دعوه بقى الرصيد يا جماعه هيطلع بالسالب يطلع بالموجب، انا ماليش فيه. بس اهم حاجه انت بتطرح على اساس ايه؟ على اساس اصل الحساب. شوف اصل الحساب ايه وحطه في الاول واطرح منه التاني. طيب انا هنا لما اجي اقرا الرصيد هنا 150 هقول عليه مدين ولا دائن؟ الرصيد هقول عليه داين. ليه؟ عشان الاسلاميه دائن. خلصت كده دفتر استاذ مساعد العملاء والموردين، خلصت. ما عادش عندي غير دفتر استاذ واحد، انا هاخد منه يا جماعه صفحه واحده فقط وانتوا هتكملوا الباقي مع الماتيريال طبعا. طيب ايه هو دفتر الاستاذ؟ كاش يا جماعة الخزينة. يلا نروح ننقل،
ادي حساب الخزينة، حساب الخزينة ورقم الحساب نفس شكل الدفتر بالظبط بس موجود في دفتر تاني. بصوا بقى كده معايا، الكاش هنا يا جماعة جاي مدين ولا داين؟ جاي ديبت، جاي مدين بكام؟ ب 76,000. سؤال يعني هكتب 76,000 في المدين، مفيش مشكلة. اكتب قدامهم ايه؟ اكتب قدامهم كاش؟ لا، اكتب العكس، اكتب لي اي بي وكابيتال الا مذكورين. خلصت يا جماعة، وروح انقل تاريخك، انقل رقم المستند، وانقل رقم صفحة اليومية. طب تعال نشوف اهو، تاريخ 1/1/2012، البيان سيبك من البيان دلوقتي، رقم المستند 1، رقم صفحة اليومية اللي انا جايب منها 1. الكاش كان جاي لي ايه؟ كان جاي لي ايه في دفتر يومية؟ كان جاي مدين بكام؟ ب 76,000 جنيه، كتبته في المدين 76,000 جنيه. اطرح مين من مين؟ اطرح مين من مين؟ اطرح مدين ناقص داين ولا داين ناقص مدين؟ ما هتفرق. ها، اطرح مدين ناقص داين ولا داين ناقص مدين؟ مدين ناقص داين. ليه؟ ما هي الخزينة اصلا مدين. يبقى اطرح مدين 76,000 ناقص صفر يساوي 76,000. وطالما انا نقلت رقم المدين بكتب في البيان الدائن، يبقى الى مذكورين اللي هم كانوا كابيتال رأس المال والدائنون. اعمل كمان واحد، ومفروض كنت اعمل واحد بس، بس هعمل كمان واحد، نفس العمل بتاع استاذ مساعد العملاء والموردين بس خاص بكل الحسابات بقى تجميعي، يعني ما بسيبش حساب فيه عشان في الاخر هتبقى كل الحسابات بتاعتي متجمعة في الاستاذ العام. طب سؤال يا جماعة، هو انا لما اجي انقل المدينون والدائنون في الاستاذ العام، هنقلهم الهدى لوحده والاسلامية لوحده ومحمد لوحده وعلي لوحده وياسر لوحده؟ لا طبعا. امال يبقى ايه لازمة ان انا فصلت بين عملاء وموردين وفصلت بين استاذ عام؟ بالظبط، المساعد بشكل منفصل، يعني في الاستاذ المساعد فصل لي احمد ومحمد وزيد وعبيد، في الاستاذ العام لا، هات لي المدينون كلهم على بعض انقلهم باسم المدينون، والدائنون كلهم على بعض باسم الدائنون. غير كده يا جماعه دفتر الاستاذ العام اللي احنا شغالين فيه دلوقتي يروح بيه بالتفصيل. طيب انا هنقل حساب الدائنون بس، وطبعا بقيه الشغل كله واحد، النقل كله واحد. طيب بصوا كده يا جماعه، انا المفروض بقى اعمل ايه؟ امشي كده واحده واحده عشان ما تتلبخش. يعني انا نقلت الكاش، روح انقل لي فيصل بنك، روح انقل لي الاي ار في الصفحه بتاعته، روح انقل لي الان ار. لما انقل الاي ار اللي هم المدينون ما تكتبليش الهدى، مدينون خلاص كده. ليه؟ لان بعد كده عمليات هتجينا هيبقى المدينون 10 مثلا، انقلهم كلهم باسم المدينون وتجيب رقم اجمالي ليهم. طب الان ار اعمل له صفحه، الاي بي الاسلاميه لا، ما هو ممكن يجي لي اي بي تاني بعد كده، انقل باسم الدائنون. امال التفصيل اعرفه منين؟ من استاذ مساعد العملاء والموردين. كابيتال اروح اعمل له صفحه. طبعا الشغل كله هيبقى واحد، نفس طريقه النقل. عشان كده انا هنقل دي اخر حاجه، الاي ار. الاي ار اللي هم المدينون، المدينون ماليش دعوه بقى بالهدى بمحمد، انا بكتب مدينون وبجمعهم كلهم على بعض. طيب اي ار جاي في الديبت صح بكام؟ ب 70,000. يعني اروح انقل 70,000 في خانه المدين، اكتب قدامها البيان الدائن، القيود الدائنه اللي هي الى مذكورين الاثنين دول. طب ما يلا روح طبق الكلام ده. طب انا رفعت خانه الدائنون، ايه المشكله؟ طب تعالى نرجع تاني، انقل دي، انا عايز انقل دي مش عايز انقل المدينون. لما اجي انقل دي دائنون صح؟ صح؟ دائنون اهي بكام؟ ب 150,000 جنيه. اكتب في الارقام، الدائنون جت دائن اهي كريدت، اكتب في الارقام 150,000 جنيه في الدائن، واجي اكتب قدامها من مذكورين دول. اظن اللعبه اتفهمت. طب يلا خدت بالك انا كاتب ايه هنا؟ حساب دائنون اسلاميه وزيد ومحمد وكلهم، جمع التاريخ 1/1، شوف البيان انا كتبت في الدائن الرقم الدائن اهو، الرقم جه دائن صح؟ الدائنون كانوا دائن 150,000 جنيه. اكتب في البيان اسم المدين من مذكورين،
رقم المستند واحد، رقم صفحة اليومية واحد. بص بقى دلوقتي، أطرح مين من مين؟ أطرح مين من مين؟ أنا مش عارف أطرح مين من مين. دائن ناقص مدين، صح؟ مش الدائنون دول الدائن؟ الدائنون دائن، يبقى أدام الدائنون دائن يبقى الدائن ناقص المدين. طب لو دي كانت مدينون كنت أطرح إيه؟ هو طبيعته مدين يبقى أطرح مدين ناقص دائن. طبيعته دائن، خلاص على حسب أصل الحساب، على حسب أصل الحساب. طبعا لما طرحت يا جماعة دائن 150,000 ناقص صفر مدين بقى الرصيد 150,000. طبعا هنا لو كنت اشتغلت العكس كنت ابوظ الدنيا وهلبخ الدنيا. ازاي دائنون اطرح المدين ناقص الدائن؟ كان هيطلع لي هنا سالب 150. سالب 150 في حساب دائن معناه انه اتقلب بقى مدين، يعني بقى الدائنون دول بقوا مدينون. طب انا كده لبخت الدنيا على الاخر. شوف اصل الحساب ايه، دائن، خلاص اطرح دائن ناقص مدين. اصل الحساب مدين، يبقى ثبت المدين واطرح منه الدائن. طيب وبتكمل حساباتك عادي خالص، وكده تبقى دورة يومية كاملة، يوم كامل محاسبي، يوم محاسب كامل عمله كبداية الشركة. الحمد لله كده النهاردة خلصنا. النهاردة نراجع عناوين، أخدنا فقط إزاي نعرف المدين والدائن والقيد المزدوج، وأخدنا يوم كامل افتتاح الشركة يوم كامل. نقلنا مستندات أصلية، وعملنا دفاتر اليومية، وعملنا دفاتر الأستاذ. طبعا بنقف لغاية هنا، كل يوم بقى بنقعد نجيب عمليات جديدة ونكرر الكلام ده. طيب الماتيريال مرفوع على لينك الموقع، هتلاقي الماتيريال بتاعت الجزء الثاني. الموقع شغال، الموقع شغال، الموقع اهو، لينك الموقع اكتبها لكم. ده الموقع يا جماعة، الماتيريال على الموقع بتاعي، وهتلاقي اللينك هيتاخد على الجروبات ويتاخد على اي حتة. خلاص ده الموقع بتاعي اللي انا كاتبه، tawashi.blog.com. ادخل عليه، شوف صفحة كورس المحاسب المؤهل، خش هناك هتلاقي الماتيريال التاني، المحاضرة التانية، نزل الماتيريال بتاعتها. كمان اقول لكم على حاجه، لو عايزين شرح بس بلاش تبص فيها دلوقتي، خليكم دلوقتي في الماتيريال بتاعه الجزء الثاني. اما لو عايزين شرح شوفوا ونزلوا الماتيريال، ماتيريال طيب ده لينك على طول، اللينك اللي الاستاذ لسه بعته دلوقتي ده يوديك على محاسب المؤهل على طول. ماشي، الشرح موجود بس هو لسه مع المحاضرة الخامسة، فمش دلوقتي، هو موجود على الموقع، هو مفيش محاضرة خامسة على الموقع، تمام؟ بس هتلاقي مكتوب كده تحت اسم المحاضرة الخامسة، مكتوب إن في ماتيريال ممكن تنزله، بس هيلبخك، هيلبخك لأنه بتاع حاجات كتير، مش هتعرف تاخد بالظبط اللي أنت أخدته النهاردة. فأنا بنصح الكل امشي معايا واحدة واحدة. أنت معاك، هينزل الفيديو بكرة، ناسي حاجة اتفرج على الفيديو تاني، ومعاك ماتيريال التطبيق اللي هو الورق اللي انا رافعه ده، الدفاتر. امشي احسن محاضرة بمحاضرة، الماتيريالات جاهزة. بصوا يا جماعة، الناس اللي فاتها محاضرة، فاتها نص محاضرة، نست عندها المحاضرة الأولى والمحاضرة التانية، اتفرج عليهم كويس، يراجع عليهم بأي طريقة، يذاكر الماتيريال، يطبق على الماتيريال كويس اللي معاهم. مفيش ماتيريال غير في المحاضرة التانية. لو يا جماعة حد جه المرة الجاية مفوت حاجة من المحاضرتين، والله أنا مش هعرف أخدمه. إحنا كل مرة هنسرع شوية، فأنا المرة الجاية مش هعرف أعمل له حاجة. أنا همشي هاخد اليوم اللي بعده. فأتمنى المرة الجاية تكونوا مراجعين على المحاضرتين والماتيريال. والمحاضرة الجاية عندنا يوم الاثنين الجاي، لسه بدري. طيب حد عنده أي سؤال بالنسبة للي خدناه النهاردة في الكورس؟ طب ما احنا لما يبقى لينا فلوس عند حد
يبقى هنقبض صح ولا لا؟ وادام لينا فلوس عند حد يعني دي اصول مش ممتلكات، انا لما يبقى ورقه قبض داين لها صابرين. بص بص يا صابرين، دلوقتي ورقه قبض يعني انا هقبض صح، معناها ان انا ليا فلوس. طب جميل قوي، هو انت لما يبقى ليكي فلوس دي اصول ولا خصوم؟ يعني دي ممتلكات ولا التزامات؟ اكيد ممتلكات، ده انت ليكي فلوس بره اهو يعني ممتلكات. طب الاصل مدين ولا داين؟ بس كده خلاص، يبقى دم، يبقى كده اوراق القبض مدين، واوراق الدفع العكس داين. مسحوبات هتشوف هتقل ازاي في النهاية. يعني انا لو كنت ساحب مسحوبات وبعد كده رجعتها، ما انا كده هقللها. حد عنده سؤال تاني؟ الماتيريال تطبيقي، ماتيريال تطبيقي مش شرح، تمارين وشرح ده موجود مع المحاضرة الخامسة مش دلوقتي، لانه خاص بالمحاضره الخامسه تجميع للخمس محاضرات اللي فاتوا، وفيهم شرح ماتيريال شرح كامل. اما دلوقتي مفيش ماتيريال، ده هيبقى مع المحاضره الخامسه باذن الله. ماتيريال اللي هو شرح حاجه اكاديمي بقى، شرح وقيود ودفاتر وحل كتير بالاسلوب الاكاديمي، ده موجود في الخامس مش دلوقتي. خلينا لو اي سؤال بس بره الموضوع، موضوع بس النهارده، خليه على الجروب عندك، الجروب اي جروب بتاع محاسب المؤهل او اي حاجه وانا هجاوب عليك. لا واجب بقى المره الجايه هديهم. ماشي، ما هو بقى يتفرجوا على المحاضرتين، يتفرجوا على المحاضرتين ويطبقوا، يطبقوا الورق. الايطاليه لو شركه صغيره شويه، منشأة صغيرة إيطالية، إما الأمريكية يعني كبيرة نوعا ما، في طريقة فرنسية للشركات الكبيرة أوي يعني، بس هي الأمريكية تكفي مع كله. طيب حاجة تانية كده؟ ماشي، اتفضل.